السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب. اليوم حلقة خاصة جدا، المنتخب المصري يفوز على المنتخب تشادي بنتيجة 5-1 في تاني تجربة لهكتور كوبر، يتفوق ويتصدر مجموعته برصيد 6 بونت، وفي المركز الثاني نيجيريا برصيد 4 بونت، وفي المركز الثالث تنزانيا برصيد بونت واحد نقطة واحدة، وتشاد لا شيء. ده النهاردة، لقاء النهاردة، ودي أهدافنا. ده أول أهدافنا النهاردة، باسم مرسي من كهربا، يعني المنتخب النهاردة من غلطة لحارس المرمى، ولكن باسم مرسي استمات عليها، هو نجم اللقاء بلا منازع. أيضا النهاردة حجازي، يغازل النادي الأهلي على أنه صفقة رابحة ويؤدي الحقيقة بشكل أكتر من رائع. هكتور كوبر النهاردة ينجح في وضع تشكيلة وخلطة للمنتخب الوطني، واضح ان في تواضع كبير في المستوى للمنتخب التشادي، ولكن النتيجة تعبر على وجود خلطة جيدة ووجود يعني لعيبة جيدة للمنتخب الاول. باسم مرسي النهاردة هداف اللقاء، هاتريك بلا منازع، هو نجم المنتخب الوطني مع كهربا ومحمد صلاح. محمد صلاح النهاردة ايضا يؤدي بشكل اكتر من رائع. ده الهدف الثاني قدامنا اهو، ياسر عاصم النهارده يصول ويجول زي ما انتم شايفين اهو. ده الهدف الثاني على طول برضه باسم مرسي، سبرنت عالي جدا باسم مرسي الحقيقه، واضح ان هو بادئ بدايه سخنه. كل الناس توقعوا ان باسم من الصعب ان الكيرف يفضل عالي كده، ولكن واضح ان هو عنده عزيمه غير طبيعيه. كل التوفيق ليه ان شاء الله باذن الله مع المنتخب الوطني ومع ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك. النهارده باسم مرسي نجم من نجوم اللقاء، ايضا النهارده محمد صلاح. النهارده هيكون معانا ايضا لقاءات خاصه مع زميل مهيب عبد الهادي مباشر من شاد بعد اللقاء، ولكن نطير النهارده او نطير دلوقتي لاستاد اللقاء ومهيب عبد الهادي وافراح المنتخب الوطني. مهيب مساء الخير. مساء الخير كابتن كيف، مبروك عليك وعلى كل مجلس اداره اتحاد الكوره وعلى كل المصريين، فوز كبير فوز غالي. كلنا تابعنا يمكن ليبيريا كسبت تونس، موريتانيا بتكسب جنوب افريقيا، كان مباراه الجهاز الفني عمل لها حسابات كتير جدا جدا. مش هطول عليك كابتن كيف، وقتنا ضيق، احنا بنتواصل معاك على الهواء مباشره من داخل غرفه ملابس نادي منتخبنا الوطني. خش بمفاجاتك، على طول. يلا كابتن اسامه من قديم معاك على الهواء. طيب كابتن اسامه ازاي حضرتك، والف الف مبروك، اداء اكتر من رائع الحقيقه للمنتخب الوطني. الف مبروك على كل الشعب المصري، ومبروك عليكم اتحاد الكوره، ومبروك على جماهيرنا، ومبروك على لاعبتنا، ومبروك على ادارتنا، ومبروك على جهازنا، ومبروك عليكم كلكم المكسب. واضح النهارده الحقيقه ان 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 كوبر والجهاز الفني وحضرتك قدرتوا النهارده تعملوا خلطه او تعتبر بدايه جيده او نواه جيده للمنتخب الوطني، تعبر ان شاء الله باذن الله عن مستقبل كبير. جينا وعارفين الظروف اللي احنا هنلعب فيها، مباراه صعبه، ملعب صعب، اجواء صعبه، جينا وعارفين ظروفنا كويس قوي، وذاكرنا فرقه كاد واحترمناها، واهم شيء في المجموعه ان انت تحترم كل الفرق المنافسه معاك في المجموعه. احترمنا فرقه تشاد، ذاكرناها كويس، قدرنا نعمل الحمد لله ربنا وفقنا، قدرنا نعمل توليفه كويسه من اللعيبه. معسكر كان جيد اكثر من رائع في مصر، ثم استكمل هنا في تشاد قبل المباراه. هي الحمد لله بنحمد ربنا ونشكر فضله. مباراه يعني لها ألف حساب، لأن ظروفها كنا بنتكلم عليها من فترة كبيرة جدا إنها ظروفها صعبة، فبنحمد ربنا ونشكر فضله إن إحنا حققنا نتيجة طيبة وأداء جيد، ولكن اللي جاي أصعب يا كابتن سيف، اللي جاي أصعب، وإحنا محتاجين تكاتف كل عناصر اللعبة، لأن اللي جاي هيكون صعب، وإن شاء الله نفرح بإذن الله شعب مصر ونرجع مرة تانية للمشاركة الأفريقية من جديد إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله دي تكون بدايه للعوده من جديد. يا كابتن اسامه يعني بلغ كل تحياتنا للجهاز الفني، والف الف مبروك، واداء الحقيقه اكثر من رائع، وبشكرك يا كابتن اسامه، وشكرا جزيلا، وترجعوا بالسلامه ان شاء الله. شكرا ليك والف مبروك عليكم. الله يبارك فيك. الو معاك حد ثاني؟ معاك كابتن سيف، معاك نجم الفريق احمد توفيق. طب اديني يا احمد. حازم امام، كابتن فريق حازم امام، كابتن فريق حازم. رتبهم يا مهيب عشان ما تتلخبطش. اطلع بره. الو يا كابتن حازم العريس، العروسه وشها حلو ولا ايه؟ ازيك كابتن؟
ربنا يخليك الف لله الف مبروك. ربنا يخليك يعني الحياه، ببارك لك على الفرح ربنا وببارك لك وبارك ربنا وبارك لك على المكسب، مكسب كبير، العروسه وشها حلو الحمد لله. والله انا يمكن ببارك لك بتاع المصري الحمد لله على المكسب الحمد لله. اداء النهارده بدايه موفقه الحقيقه، يعني تاني لقاءات يا حازم، وانت قلت قبل كده ان انتوا جيل عايزين تعملوا حاجه للكره المصريه، وواضح ان شاء الله باذن الله هيبقى في خلطه بينكم قويه. يعني اكيد اكيد طبعا، كان النهارده كنا لازم نكسب النهارده عشان نتصدر المجموعه، ولما قابل المنتخب النيجيري اللي قابلينه واحنا اعلى منه، فاكيد الفوز النهارده كان مهم. والحمد لله اللعيبه كانت رجاله النهارده، يمكن الظروف كانت صعبه قوي، الارض صعبه قوي كابتن، والجو الدنيا حر جدا والرطوبه عاليه جدا، فالحمد لله لعيبه رجاله، وقدرنا نكسب مكسب كبير يخوف اي حد بعد كده، ويعني رجع اسم منتخب مصر ثاني. الحمد لله على المكسب النهارده. حازم قول لي شعورك انت بالذات، وهيكتور كوبر بيجيبك من فرحك ويضمك للمنتخب، والحقيقه بتكون عند حسن الظن ويبتدي بيك النهارده اللقاء، شعورك انت بالذات ايه؟ اكيد طبعا لما المدير الفني بيدي اللعيب الثقه دي، طبعا يعني اللعيب لازم يبقى قد الثقه اللي المدير الفني اداها له. الحمد لله الراجل اداني الثقه وقال لي هتروح تحضر فرحك وهتجي لي ثاني يوم، والحمد لله انا ما قدرتش اغفله طبعا، وما قدرتش اتحدث باي حاجه، لان ده منتخب مصر واي لعيب في مصر يتمنى ان هو يبقى موجود في المكان اللي انا موجود فيه، فطبعا ما حدش يقدر يفرط في المكان ده، وانا فرحان جدا ان الفوز مع منتخب مصر بيبقى فوز لصحته، يعني غير اي فرحه والله كتير. نتمنى ان شاء الله ان احنا السنه دي نسحب بطوله افريقيا باذن الله عشان نفرح المصريين تاني باذن الله. ان شاء الله انتوا جيل محترم ان شاء الله باذن الله، وهتبتدوا يعني هتبقى نقطه بدايه لانجازات جايه ان شاء الله باذن الله. الف مبروك يا حازم. الله يبارك فيك، ربنا يخليك ويبارك للشعب المصري ده تاني. ربنا يخليك وبارك للعروسه. مهيب معايا ولا راح فين؟ يا مهيب، مهيب يا جماعة معانا ولا فين؟ اه بس مهيب الكارت خلص يا رجالة. ماشي، مكملين إن شاء الله بإذن الله برضو مع مهيب، واحتفالات يعني لاعبي المنتخب الوطني هي بداية ستة نقط، ثلاثة بونت مهمين جدا يحطوا المنتخب الوطني في الصدارة، ليحتل الصدارة برصيد ستة بونت. الحقيقة يعني هيكتور كوبر واضح ان هو عامل بدايه قويه وخلطه قويه، يجيد التعامل مع اللاعب المصري، يجيد التعامل مع نفسيه اللاعب المصري، تعرض لهجوم كبير جدا في انضمام حازم امام علشان فرحه، ولكن النهارده حازم في الملعب وبيؤدي حجازي النهارده الحقيقه نجم من نجوم اللقاء، باسم مرسي، محمد صلاح، كل المجموعه النهارده. والميزه كمان ان مجموعه ان منتخب مصر نزل بالاعمار السنيه بشكل كبير النهارده، يعني الحقيقه بنبارك للمنتخب الوطني على النتيجة وعلى الأداء وعلى بداية إن شاء الله بإذن الله في جيل محترم، في وجود كهربا، إبراهيم صلاح وصلاح والنني وحازم إمام وحجازي وربيعة وباسم مرسي ورمضان صبحي والشناوي، يعني الحقيقة كلهم نجوم النهاردة. مهيب مساء الخير يا مهيب. تليفون بس يا مهيب. ألو. أيوة مهيب. ألو. ايوه مهيب، كيف معاك كابتن ابراهيم صلاح؟ طيب ماشي دول شويه هيمشي هجيب لك. كابتن ابراهيم مساء الخير والف مبروك. اداء الحقيقه اكتر من رائع، سواء ليك سواء للمنتخب، جيل الحقيقه واضح ان هو جاي وبقوه، يعني انت من الشخصيات الحقيقه اللي بتادي بشكل اكتر من رائع مع نادي الزمالك، والنهارده بتجيد مع المنتخب، يعني الحقيقه ببارك لك، ونتيجه عاليه النهارده المنتخب الوطني. الحمد لله، يعني فوز كبير وفوز مهم، بنتصدر بيه المجموعه، بنلعب في ظروف صعبه جدا، اكيد الناس الموجوده هنا هتحس بالظروف اللي كنا بنلعب فيها، لكن اللعيبه كان عندها اصرار، واللعيبه كلها رجاله كان عندها رفاهيه جوه الفوز. الحمد لله ربنا كرمنا يعني بالنتيجه الكبيره دي والفوز وتصدر المجموعه، وان شاء الله نستعد كمان الفتره الجايه تكون احسن، لان احنا بنبني جيل جديد، لعيبه كتير معظمها صغار في السن، لكن ادائهم كبير ومجهودهم كبير واصرارهم على الصعود ان شاء الله لبطوله افريقيا كبير جدا، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل بالشكل ده باذن الله. كابتن ابراهيم عايزك تقول لي بس، يعني انا شايف ان في كيمياء كبيره جدا ما بين المجموعه اللي موجوده، شايف ان في حب كبير ما بينكم، على طول في عشاشه هزار، النهارده في الملعب في حماس غير طبيعي. طبعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا ان الناس عماله بتصدر مشاكل كثيره جوه المنتخب، في لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك واللعيبه، لا ما فيش الكلام ده خالص، شفنا النهارده الروح، اللعيبه كلها بتقاتل، اللعيبه كلها مفيش حد متضايق من حاجه، اللي بينزل يأدي احسن من اللي موجود في الملعب، اللي موجود في الملعب اللعيبه
بتقاتل عشان المكسب. فالحمد لله نتمنى ان شاء الله الاستمرار على الروح دي. زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنبني جيل جديد ولاعيبه معظمها صغير في السن. فنتمنى من ربنا ان احنا نكمل على الروح دي وباذن الله الفتره اللي جايه تكون احسن واحسن ان شاء الله، لان المهمه بدات تتصعب علينا وان شاء الله احنا الدوري رجاله المنتخب قدها، لان ده شرف كبير لينا ان احنا بنلعب باسم منتخب مصر، فلازم نكون قد الشرف ده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل، اللي جاي اصعب واللي جاي افضل ان شاء الله باذن الله. وربنا يوفقك كابتن ابراهيم، والف الف مبروك ومزيد من التالق كده مع المنتخب ونادي الزمالك ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. بشكرك كابتن ابراهيم. هو مكالمه وتقطع. طيب ظروف الشات صعبه يا ياسر. محمد صلاح الحقيقه يعني لعيب النهارده تقيل، ولعيب انا بحترمه جدا، ازاي النهارده عنده يعني كم تواضع، عنده النهارده حماس مع منتخب بلده، مهما يلعب، يلعب في روما، يلعب في تشيلسي، يلعب في اي حته، بيجي المنتخب بيلبي في اي دقيقه، بيجري. ما يعني الحقيقه يعني يستاهل كل التحيه وكل الاشاده، وان شاء الله باذن الله الجيل ده يكون فيه خلطه قويه زي ما دايما كنا بنتكلم على صلاح وابو تريكه وثنائيات. ان شاء الله باذن الله نتكلم برضو عن كهربا وباسم مرسي وصلاح، وان شاء الله باذن الله يبقى يعني مثلث كبير. ايضا النهارده برضو كان في تغييرات، تريزيجيه مكان رمضان صبحي، ومؤمن زكريا مكان باسم مرسي، واحمد توفيق مكان ابراهيم صلاح. ده الهدف النهارده، يعني ناس شايفه ان هو كان ممكن الشناوي كان يطلع فيه. يعني برضو الحقيقه هنحاول برضو نجيب حد يعني كابتن اكرامي او حد من الخبراء حراس المرمى، هيكون معانا ايضا كابتن محمد فاروق وكابتن مدحت عبد الهادي، وهنتكلم برضو عن الهدف. يعني انا شايف ان الشناوي ايضا نجم، ولكن الهدف ده كان ممكن يطلع يغطي الدنيا. ده الهدف الخامس والاخير اهو. باسم مرسي افرح يا عم براحتك، هيص، اصبغ شعرك، قص شعرك، اعمل اللي انت عايزه. الحقيقه نجم باسم مرسي، نجم ما شاء الله، عزيمه غير طبيعيه. يعني واضح ان هو جاي او جه خلاص، يعني ده راس حربه منتخب مصر بسرعه الصاروخ، ولكن ان هو يحافظ على مستواه، هي دي الكيمياء وهي دي الحاجه الجميله اللي دايما بنتمناها في نجومنا. يعني مهم جدا الحقيقه ان احنا يكون عندنا ناس مستوى ثابت زي صلاح كده، زي كهربا بيثبت ان هو صفقه مكسب كبير، سواء المنتخب الوطني سواء لنادي الزمالك من اول دقيقه. وزي ما قلت لكم الدوري اشتغل، واستقرار في نادي الزمالك واستقرار في النادي الاهلي والصراع نادي الزمالك والنادي الاهلي، ادي منتخب مصر وادي شباب منتخب مصر وادي خلطه منتخب مصر. منتخب مصر النهارده كله اهلي وزمالك، يعني النهارده اهلي وزمالك عاملين صفقات، هنتفرج على دوري مشتعل جدا جدا. والاسماعيلي السنه دي برضو الحقيقه اداء هيبقى كبير جدا، وصفقات ومدربين على اعلى مستوى. والسنه دي هو المدربين دوري النجوم، شوقي غريب، احمد حسام، احمد حسن، حسام حسن، طارق يحيى، عبد الحميد بسيوني، كابتن فتحي مبروك، فيريرا، مش عايز انسى يعني اي حد، كابتن محمد يوسف، سموحه، يعني كابتن مش فاكر بقى مين، مش عايز انسى الحقيقه حد، بس الحقيقه ان شاء الله باذن الله يكونوا كلهم نجوم بشكل كبير السنه دي. النهارده ايضا كان في اجتماع للجنه الانديه، وقلت قبل كده توقعت وما بفتحش الفنجان، وقلت الامور سهله وواضحه، ومرتضى منصور هو رئيس لجنه الانديه القادم. النهارده اجتماع هادئ جدا للجنه الانديه، وانا قلت قبل كده على الهوا برضو يا جماعه هي مش خناقه ولا صراع، ولكن لجنه الانديه يعني مرتضى منصور او مستشار مرتضى منصور يجيد التعامل مع لجنه الانديه، بيقف، بيتصدر، بيحط صدره في مشاكلهم، بيسعى، حابب القصه دي، عايز، هو عنده نفس طويل قوي، نفس طويل، يحارب في ناديه ويجيب صفقات لفرقته ويوزع اللعيبه ويروح يساعد الفرق الثانيه ويقف مع الانديه، واللي عنده ضرايب يروح يحلها، واللي عنده حاجه مش من فراغ. لو ما بيعملش حاجه هيتفقوا عليه ومش هيجيبوه. هي مش خناق، بالعكس هي في النهايه انتخابات محبه. هو الدور ده يجيده، حبه، وبصراحه يستاهله، لان هو بيبذل فيه مجهود كبير جدا مع الانديه، سواء في البث على طول الحقيقه متواجد، على طول في ازمات الانديه متواجد، على طول في ازمات الشركه الراعيه بتاعت الانديه كلها متواجد، في اي ازمه بيطلع بيحط صدره مع الناس. يعني
النهارده الحقيقه وضع طبيعي، وانا قلت قبل كده داخل ملاعب اليوم ان مرتضى منصور هو رئيس لجنه الانديه القادم. النهارده لجنه الانديه اجتمعت، اختارت المستشار مرتضى منصور رئيسا، واللواء مجدي اللوزي واللواء محمد عبد السلام نائبان للرئيس، وفي خطوات كثيره جدا لجنه الانديه. ولكن نروح نعرف بقى الموضوع بالتفصيل ونبارك له ايضا حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره. حاج محمود الف مبروك ومساء الخير. الله يبارك فيك، مبروك علينا كلنا، مبروك بدايه فوز مهم وصعب وبدايه موسم ونهايه يعني اخفاقات كثيره جدا بتاهل شبه مؤكد ان شاء الله ربنا يعني بنتيجه حلوه واداء، وفي جيل جديد من اللعيبه بيلعب في وقت واحد. الحمد لله رب العالمين، الف مبروك لنا يا كابتن ومبروك لمصر. طبعا انتوا النهارده كمسؤولي اتحاد فرحانين من حاجتين، وجود جيل جديد، النزول بالاعمار بشكل كبير، اداء جيد للمنتخب. اعتقد ان كوبر النهارده اختيار ناجح للمنتخب الوطني. بالظبط، الحمد لله. انا عايز اقول لك يعني ازاي بيشتغل، ازاي بيحلل الفرقه اللي لاعبينها بيتعب، احنا كلنا شايفين اللغه الاحترافيه اللي بيتعامل بيها من اول يوم، وكمان تفهم له المواقف. يعني شوف احنا اجلنا قد ايه الماتشات الوديه لو تفتكر، ما عرفناش الظروف، الوضع اللي اتاجلت فيها ديت في شهر 6، ما عرفناش نلعب، ما عرفناش نلعب في الماتشات. ما حاج محمود، حاج محمود معانا ولا قطع يا جماعه؟ طيب نحاول نجيب الحاج محمود تاني. الحقيقه كنا لسه بنتكلم على المنتخب الوطني. حاج محمود النهارده هو عضو مجلس اداره اتحاد الكره الممثل في لجنه الانديه، وبرده يعني نسمع منه النهارده ايه اللي حصل داخل لجنه الانديه، وايه الموضوع مهم جدا الحقيقه الفتره الجايه. حاج محمود اتفضل. الحمد لله، يعني اطمئنان طيب جدا على البدايات. تأهلنا، عندنا بقى مدينا شهر كمان يا كابتن، عندنا شهر 11 كمان وبعدين نلعب في شهر 3 مع نيجيريا، فالحمد لله بدايه كويسه، ونركز كمان في المباراه الجايه مع المنتخب ان شاء الله. حاج محمود النهارده لجنه الانديه، اجتماع لجنه الانديه، اهم القرارات اختيار مستشار مرتضى منصور. بدايه سخنه جدا في الاول، جدا جدا من الاستاذ جمال علام ومن الكابتن مستشار مرتضى منصور، ثم انفراجه كالمعتاد، و في نفس الكلام القديم لجنه الانديه، هي لجنه اللي هي الاتحاد ولا لجنه لها قرارات ولا صراعات. يعني على البدايه كانت سخنه، وكان في دعوه ان انا ليه البدايه كانت سخنه يعني ليه؟ لانه الاستاذ جمال علام له وجهه نظر ان الدعوه دي ما تنفعش، لازم الاتحاد اللي يدعيها ما تندعاش من الانديه اللي تدفعها، هي لجنه من لجنه الاتحاد بتشكل في بدايه كل موسم. كان الاستاذ مستشار مرتضى منصور بيقول ان دي لجنه، دي مش دي لها طبيعه خاصه هي، لكن هي الانديه هي اللي بتجتمع وهي اللي بتختار فيها الاجتماع، اول اجتماع مع اثنين ممثلين في الاتحاد. هو ده كانت الاول يعني نشره، لكن الاستاذ اتكلم الاستاذ ان هو بالعكس هو بيسعى لانشاء الرابطه مؤقتا، وان هو اتكلم مع الوزير فيها، وانه كمان عايزها تبقى رابطه ما تبقاش لجنه وكلام من ده بتاع. ده كانت البدايات، لكن النهايات كانت كويسه في ان احنا فتحنا الملفات الخاصه بالبث الفضائي الموسم الجاي. كلمت كل الانديه عن اوجاعها، بالذات الانديه السبعه اللي تعاقدت مع التلفزيون المصري. مع التلفزيون احنا بالاموال اللي فقدوها لا تتجاوز 15% من العقد. كمان تقارب وجهات النظر كمان مع يعني تعاقدت مع حضرتك مع تقارب من بين المهندس ماجد سامي ومستشار مرتضى منصور. كان حاضر المهندس ماجد سامي، كان حاضر النهارده، حاضر وحضر الجلسه، وكان مؤثر جدا واتكلم كويس جدا في امور مهمه، والعلاقه كويسه مع المستشار مرتضى. بدايه كويسه جدا، واعتقد انها يعني كان الجو كويس، ممتاز، كويس والعلاقه كويسه. اتكلمنا في المديونيات اللي موجوده للانديه وطريقه تحصيلها، سواء 15% القديمه او الجديده. اتفقتوا عليه في 15% يا حاج محمود؟ اتفقنا بقولا واحدا، خدوا كل واحد خد مطابقه تاكد الناس ان 15% مش كلها ما اتحصلتش، لا هي متحصله بنسبه اكثر من 40% نتيجه المستحقات اللي كانت موجوده عند الانديه من المواسم السابقه، والتحصيل لما اللي خدناه من الفلوس اللي كانت موجوده قبل كده في التلفزيون. كل نادي خد المطابقه بتاعته، كل نادي خد ان الفلوس هتجيلنا من الشركه الراعيه، والباقي هيجي من الانديه اللي مش متعاقده، زي المقاولين، زي بتروجيت، زي المقاصه، كله اتفق ان هو هيسوي خلال ال 15 20 يوم دول، سواء هنا او هنا.
فدي برضو جو كويس. في حاجه تخص النادي الاهلي قرارات النهارده؟ والله انا اللي حصل الحقيقه احنا بنشكل الانديه برضه عشان انت عارف المتشرف، احنا بنختار بنعمل توزيعه، واحد من انديه الجيش، واحد من انديه الشرطه، واحد من اثنين من الانديه الجماهيريه، اثنين من انديه الشركات، ثم بقول الاهلي والزمالك. فانا اقترحت الاهلي والزمالك يكونوا اعضاء، انا اللي قلت الحقيقه ده لازم يكونوا موجودين جوه مجلس اداره اللجنه يعني التشكيله. كان في راي من الاعضاء ان الاهلي ابدا ان هو يكون غير متواجد في مجلس الاداره، فما يتحطش في مجلس الاداره، ده كان وجهه نظر. فاتكلم حد معترض على كده يا جماعه، فبالاجماع قالوا لا خلاص يبقى. بس ده قرار حضرتك مليون في الميه مظبوط، ده كان الاهلي معتذر يعني، هم الناس شايفين ان هم في المرحله دي هم بالضبط مش عايزين يتواجدوا. بالظبط كده، فطبيعي ان هو ما يبقاش موجود في السته. بالظبط كده، مش عايزين نعمل مشكله من لا شيء ويرجع ما يحضرش او يقاطع، هو معتذر عن مليون في المية صح، خلاص ما يبقاش موجود معانا. لكن هو موجود من الانديه يعني، موجود كانديه طبعا كانديه، لكن مش موجود في مجلس اداره اللجنه يعني. تمام، كلام محترم جدا يا حاج محمود، بشكرك شكرا جزيلا. الحاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره. هاتوا لنا بقى المستشار مرتضى منصور يا جماعه، يعني اتكلموا النهارده عن اللجنه ونبارك له ونشوف الخطه ان شاء الله باذن الله اللي جايه، وبارك لنا على الماتش كده يعني. الحقيقه كلام يعني انا شايف ان كلام طبيعي، كلام ولا محتاج خلافات ولا محتاج حاجه. يعني في جمله مهمه انا مش عارف الحقيقه مين اللي قالها، مش فاكر الحاج محمود قال مين اللي قالها، ولكن لجنه الانديه فعلا لجنه ذات طبيعه خاصه، يعني هي المفروض ان هي بطريقها، وانا الحقيقه ده حلم حياتي وبنيه حياتي انها تبقى رابطه وتدير الدوري المصري، وكل واحد ياخد اختصاصاته والامور تتحول لاحترافيه بشكل كبير. لازم نمشي يعني في الخطوات دي، والامور تمشي في الخطوات دي. ده انا دي الحقيقه وجهه نظري، او ده اللي انا شايفه. حته طبعا النادي الاهلي كلام منطقي جدا، يعني الناس النهارده اجتمعت، انتخبت النهارده رئيس، انتخبت نائب، انتخبت ست انديه موجوده. النادي الاهلي ويحترم عنده وجهه نظر ان هو ما يعني ما يحبش يكون موجود المرحله دي، خلاص ليه هنقعد نخش في مشكله وهتحط نادي الاهلي ومش هيحضر له حد ومش هيكون في دور. يا جماعه اللي حابب يكون فيه دور في حاجه، او اللي حابب ده عمل عام، عمل تطوعي في النهايه، اللي حابب يكون موجود في حاجه ويشتغل تمام، اهلا وسهلا. اللي مش حابب خلاص الموضوع بسيط. يعني عايز اقول لكم برضو ان بعض الاعلاميين كانوا اتكلموا في موضوع مهم جدا هكلمكم فيه، وهي ان النادي الاهلي يعني في طريقه ان هو ياخد قروض من البنوك ومقدم على قروض من البنوك. انا الحقيقه كان في اتصال مع احد مسؤولي النادي الاهلي، يعني بدون ذكر طبعا اسامي، وراجل اكن له كل احترام وشخصيه محترمه جدا، واتكلمت وقال لي الحقيقه الراجل وضح لي القصه دي تماما، وقال لي لم ولن يتقدم النادي الاهلي باي خطوه من كده، ولا ان يروح للبنوك، ولا ان يتكلم خدوا الايرادات قصادها انا هاخد، ولا نقطع على شيكات، ولا القصه دي اساسا موجوده. وانا مش عارف الحقيقه الناس اللي بتتكلم في القصه دي بتتكلم فيها ليه، ده موضوع موجود من العدم، يعني موضوع مش موجود اصلا او مش متواجد اساسا. فالحقيقه برضو واجب التنويه، يعني هم الناس الحقيقه ناس محترمه ويؤدوا بشكل برضو جيد جدا، ويؤدوا بشكل اكتر من رائع، صارفين مبالغ كبيره جدا السنه دي وميزانيات ضخمه جدا برضو، يعني الحقيقه عندهم حمل كبير جدا ان هم يدبروا الميزانيات دي. ونوجه برضو ان شاء الله باذن الله بنتمنى لهم كل التوفيق، ولكن واجب التنويه ان موضوع القروض مش موجود في النادي الاهلي، مش هيبقى موجود. وده الحقيقه مش اجتهاد مني ولا جايبه من الكواليس، ده من مسؤول داخل النادي الاهلي، وده الكلام الحقيقه عشان تبقى الامور واضحه وصريحه قاطعه. يعني اللي عايز ياخد الحقيقه ياخدها، اللي عايز يفضل ماشي في حرب بس وخلاص، وان انت في حرب خلاص ده براحتك. سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنه الانديه، مساء الخير يا فندم. خير يا استاذ سيف، ازيك؟ الف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك، مسؤوليه كبيره والله يا استاذ سيف، وتشريف في نفس الوقت الحمد لله. بس انا توقعتها من اسبوع. ثالث مره، يمكن اول رئيس نادي لثالث مره على التوالي يبقى فيه ثقه فيه. انت عارف انا جيت كملت مده الدكتور جمال درويش تم انتخابي، ثم بدايه الموسم اللي فات، ودي يمكن ثالث مره، وده تشريف من كل انديه مصر الحمد لله. يعني بتهيألي يا فندم انت لو ادوك 50 منصب كمان وقتك كبير، يعني حضرتك ما شاء الله. ربنا يديك الصحة يا فندم إن شاء الله. خلي بالك أنا جوزاء، فالجوزاء ممكن يعمل 50 حاجة في وقت واحد. لا لا لا، أنا ربنا يديك الصحة والله، أنا قلت كده من الأول، يعني بحب الناس بفضل الله وربنا إن شاء الله. بالإجماع يعني، بفضل ربنا بالإجماع جميع الأندية بلا استثناء
والمؤسسين اتحاد الكوره الحمد لله، وكان اجماع، فده شيء يعني طبعا شرفني يعني. يا رب ان شاء الله، وان شاء الله يبقى في رابطه انديه والامور تمشي للاحترافيه وشكل. راي حضرتك في المنتخب الوطني، تالق كهربا، تالق النهارده باسم مرسي، الفرق بتاعتك النهارده كلها بتصول وتقول المنتخب النهارده ليه شكل الحقيقه، سواء لعيبه الاهلي سواء الزمالك، شكل اكتر من رائع. انا مش عايز اقول باسم مرسي، مش عايز اقول كهربا، انا عايز اقول منتخب مصر طبعا، لانه يمكن احنا في الاجتماع لجنه الانديه قلت لهم بصوا بقى عايزين نخلص بدري عشان رايحين عايزين نشوف مصر النهارده، الاهم من الاهلي واهم من الزمالك، فعايزين نتكلم. ده فريق جماعي فيه 11 لاعب وثلاث احتياطي وسرع بيروحوا معاهم، فانا عايز اقول النهارده مبروك لمنتخب مصر. يمكن بعد يعني مشده كده سريعه مع الاستاذ جمال علام قلت له انا اولا انت قاعد بصفتك ايه؟ وبعدين انت بتقول انت داعيهم، انت داعي مين؟ ده ليه لجنه مالهاش علاقه بيك يا استاذ جمال. اول واحد كلمني والله بجد بعد ما مشينا وكان بعتقد باسم كان جاب جونين وبيقول لي يعني شوف باسم وجاب جونين وبتاع، ثلاث اجوان باسم النهارده فندم. نعم ثلاث اجوان باسم. لا هو كان الاول جاب جونين، كان جاب جونين كانش لسه بيت لي جوان، كان لسه 2-0 تقريبا. فطبعا ده كان فرحان وكلنا فرحانين بمنتخب مصر، وعايزين بقى نسيب الناس تشتغل يعني. طبعا يعني بص يختاروا من الزمالك، يختاروا من الاهلي، من الاسماعيلي، يعني سيبوا الناس تشتغل، ده مش مجال حديث يا فندم طبعا. يعني انا اصل انا ملاحظ ايه، لو خد مش عارف واحد وساب واحد يقول لك هو طب سابه ليه، اصل اسامه نبيه زملكاوي، اصل مش عارف مين اهلاوي، خلي الناس. لا احنا وثقنا كاتحاد كوره في الراجل ده النهارده. انت الاول على مجموعتك يعني، امبارح بتتعادل نيجيريا مع تنزانيا وطبعا فرق شاسع بين نيجيريا وتنزانيا طبعا. تمام ان ربنا رايد ان شاء الله نبقى يعني على راس المجموعه ان شاء الله يا رب ان شاء الله، ربنا يوفق ان شاء الله المنتخب في بقيه. عفيت عن شيكابالا يا فندم خلاص؟ انا قلت قبل كده، وكان عندي الاستاذ محمد بن سعود مشرفني في النادي وكان عندي برضو تشرفني الدكتور محمود مشال الاتحاد السكندري والاستاذ سمير النادي المصري، ودي العلاقه اللي دايما عايز يعني انا حزين ان النادي الاهلي ما حضرش النهارده. مش انا اللي حزين بس. انت عارف اللجنه فيها ناس برضو اهلاويه، يعني في ناس، ما هو في ناس بتشجع الزمالك وناس بتشجع ايا كان هو رئيس نادي ايه. طبعا الناس كلها حزنانه. الناس كلها قرفانه. ليه؟ طب ليه؟ هو حضرتك متخانق مع مرتضى، طب ومتخانق مع 17 نادي تانيين. طب ما تيجي تشوف النادي المحله الجديد واسوان النهارده اللي كرمناه وصممت يبقى ممثل للصعيد في اللجنه. لا سمعت ان في شهر عسل النهارده بين حضرتك والمهندس ماجد سامي. بس انتهى بعسل، ابقى بصل. ليه بقى؟ ما هو ماشي الدنيا في زي الفل. لا انا ايه بقى لما قعد يطلبني كتير فسالته سؤال قلت له انت مش حسن مسكاو رئيس النادي؟ قال لي قلت له طب انت ليه جابك معادك معانا؟ انا بهزر معاه يعني. فقال لي طب ناخد واحد سيلفي مع بعض عشان الناس تعرف ان احنا اصطلحنا. والله كان قعده جميله ومحترمه ومثمره. عندنا ميعاد مع السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضه عشان عندنا مشاكل، مع السيد وزير الداخليه عشان الجماهير. انا كنت اتمنى، انا برضو عايز افصل دايما بين النادي الاهلي ومجلس ادارته. يعني لما النادي الاهلي ما يبقاش في المنظومه ده مش معناه النادي الاهلي، معناه ان مجلس الاداره اللي هو مش في المنظومه. كنت اتمنى النهارده يجي ممثل النادي الاهلي ويبقى موجود مع الناس، وخاصه انت عندك نادي اتحاد اسكندري عامل بيان ضدك النادي الاهلي او مجلس ادارته، وعندنا الاسماعيلي مشكله بتاع السوليه، وعندنا المصري مشكله مش عارف ايه، وعندنا الزمالك. اعتقد الجلسات دي يا استاذ سيف لما بنقعد مع بعض بيتحل 80% من المشاكل. تخلص الدنيا مش كده؟ 80% من المشاكل طبعا تخلص وتهدي الدنيا يا فندم ان شاء الله. فاتمنى يعني ان المسؤولين في النادي الاهلي ما قاطعين اتحاد الكوره ولجنه المسابقات ولجنه شؤون اللاعبين ولجنه التظلمات والنادي مش عارف ايه ونادي ايه، مش ما فيش حد كده. عمر زي ما كان النادي الاهلي، ده النادي الاهلي كان محتضن كل الانديه دي، محتضن وكان بيشاور لاي نادي انا عايز لعب فلان يقول له اتفضل، لان العلاقات كانت دي المجالس محترمه وعلاقات فيها يعني حوار مؤدب محترم. لكن انت النهارده تاخد محمد حمدي زكي غصب عن الاتحاد ومش عارف متخانق مع المصري ولاعيبتك مش عايزين يسلموا عليه، وعايز تاخد عمر السليه غصب عن الاسماعيلي، وعايز تتخانق مع مرتضى والزمالك، وعايز تتخانق مع محمود الشامي، وعايز تتخانق مع اتحاد الكوره، وعايز تتخانق مع عامر حسين، وبعدين عصام عبد الفتاح. مفيش حد بيعمل كده. يا قدامش النادي الاهلي، والله العظيم بقول الكلام ده لوجه الله، وانا خلاص انا عامل مش هدنه، انا قلت هو يعني هم في حالهم واحنا في حالنا. بس النهارده انا بتكلم بصفه رئيس لجنه الانديه. يعني انا النهارده النادي الاهلي ما عندوش مشاكل مع الضرايب، ما عندوش مشاكل مع التامينات، ما عندوش مشاكل عشان الجماهير، ما عندوش مشاكل عن بث الفضائي وفلوسه اللي في التلفزيون. مين هيحل له المشاكل دي الا اذا كنا احنا متجمعين مع بعض. انتوا كده يا فندم البث جماعي خلاص. لا هو عشان احنا كلنا عندنا عقود، عشان كلكم شركه واحده يعني. كلنا مع بعض. لكن هو كان حصل حوار النهارده، نادي المقاصه طلب برضه تفويضي
ان انا اخلص مشكله السته الانديه التانيه. قلت له المره اللي فاتت بعد ما طلبته طلع الاخ بتاع نادي وادي دجله قال لا ما فاضناش. اقعدوا مع بعض، اعتقدوا ما قعدوا مع بعض، اقعدوا مع بعض انتوا السته وخدوا قرار، وانا تحت امركم كرئيس لجنه الانديه. اتمنى الموسم الجاي، بتمنى انا كان محمد كامل اللي بيكلمني من شويه، اتمنى ان انا اشوف استديو في الحياه، اشوفك انت وحازم وضيوفكم، اتمنى اشوف استديو عند شوبير وضيوفه ان شاء الله، حسن المستكاوي، اتمنى اشوف في الاستديو تصدى البلد طبعا في سي بي سي، اتمنى اشوفه في النهار عند كريم حسن شحاته والكوكبه اللي معاه، اتمنى اشوف طبعا في النيل الرياضه. نفسنا نشوف المباريات بتاعه الدوري في كل استديوهات مصر، بالاضافه للاستديو الحصري اللي هو هيتفق معاه محمد كامل، واعتقد هيبقى من دوله الامارات المتحده. هو دفع فلوس كتير يا كابتن، بس يا ريس هو دفع فلوس كتير، بس هو المهم بقى يلمها، هو ده المهم. محمد ربنا رزقه والحمد لله كان وشنا حلو عليه. ما حلال محمد الحقيقه. انسان مؤدب بكلمك بقى، وعايز اقول لك حاجه. اتفضل. انا قعدت فتره كده اقرا ايه محمد ما بيدفعش يا جماعه، محمد زود العقد بتاع الزمالك. تاني زود يا فندم، كل ما حضرتك بتطلع يعني تقول الكلمتين دول الدنيا يعني بتولع عليه. عقد الزمالك ما كانش عندنا عنده ولا مليم، بالاضافه ل 5 مليون بتوع الدوري اللي ما كانش متوقع ولا متخيل وبيمضي ان الزمالك ياخد الدوري. كان بيقول لك ده جايب لعيبه من الانتاج، محترمي طبعا انديه انتاج الحاوي طبعا، بس اسمح لي الاول ترحيب بنادي المحله ونادي اسوان ونادي انتاج الحربي، كلها انديه محترمه اول مره يحضروا معانا النهارده. لكن هو ما كانش محمد كامل في دماغه ان معاه عمرو، تعرف عمرو وهبه بقى برضه ايه يعني لئيم شويه، قال له اكتب له 5 مليون هياخدهم فين؟ تمام؟ فهو محمد لقى نفسه بيدفع 5 مليون دوري وزودنا حوالي 19 مليون، واخد بالك؟ لكن هو ملتزم معانا، كل شيكاته ما فيش شيك ترد لغايه دلوقتي. الحمد لله. هيبقى فاضل مشكله صغيره جدا، هي مشكلته مع اتحاد الكوره. انا طبعا يعني جالي برضه، مش عايز اقول يعني، في ناس مسؤولين كلموني ان انا اتدخل بصفه ليس لحل هذه المشكله بين الشركه الراعيه وبين اتحاد الكوره، وبعدين في الاخر رياضه يعني. انا ممكن اتعثر الشهر ده، واخد بالك؟ طب ما هو الدوري واقف شهرين. هي فندم هي مركب واحده يعني، هي في النهايه الوزاره واتحاد الكوره ومحمد كان مركب واحده. حضرتك النهارده شركه، انا عايز اقول بس للمسؤولين ايه، الرياضه دي مش شركه ليها ميزانيه، لا الرياضه دي غير كده خالص. طب انت وقفت الدوري شهرين او قلت من غير جماهير، انا قدرت اتكلم؟ انا بساعد معاك، انا بقول لك انا معاك عشان امن البلد، امن الوطن. فمش ممكن الدنيا وقفت الشهرين دول وتيجي تقول لي ايه هو فلان ما دفعلكش ليه، او تيجي تسالني انت ما دفعتش اللعيب ده ليه؟ ما انا ما دفعتش عشان ما خدش الشركه الراعيه، والشركه الراعيه ما دفعتش علشان ما سوقتش. خلينا نتكلم بصراحه، فلازم كلنا احنا في مركب واحد. بس في مرونه يا فندم من سياده الوزير معاه، يعني الجهه الاداريه حتى يعني في الخطوات اللي اتحاد الكره بياخدها في مرونه معاه ان شاء الله، يعني الامور باذن الله ان شاء الله. ببارك لمنتخب مصر، ببارك لمستر كوبر واسامه واحمد ناجي، ببارك لاتحاد الكوره. طبعا هذا الانتصار منسوب للمدير الفني، واي اخفاق هتقول لي بقى يا جمال علام واللي معاه ياخدوا 17 خرزانة على رجلهم، لكن الانتصار ده صدقني ده على طول في اي مكان. ده طبيعه المدير الفني والناس اللي معاه واللعيبه طبعا. طب الناس اللي عملوا المنظومه، لا مين اللي عمل المنظومه دول في ساعه الاخفاق؟ هو ده العمل العام يا فندم، مش هو ده العمل. ولا بنتحملين ونتحمل ان شاء الله. الحمد لله فندم، اتمنى لك كل التوفيق يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنه الانديه، ومكالمه اكثر من رائعه. الراجل ما فيش جمله غلط في حته، ما فيش مشكله في اي حاجه، يوجه نداء للنادي الاهلي ان هو يمد ايده، مش محمود طاهر ومرتضى منصور، النادي الاهلي يمد ايده للانديه، وده نداء شرعي ونداء محترم ونداء طبيعي جدا على النادي الاهلي بدون اي جماعه. يعني عايز اقول لكم حاجه، شامل عمري حبيبي، الحاج محمد عبواب حبيبي، استاذ عماد وحيد علاقتي بيه قويه جدا، المهندس محمود طاهر كنت من اكثر المساندين ليه، كل الدكتور احمد سعيد شخصيه محترم، يعني هو بنشيد بكل الناس، ولكن دور مجلس اداره النادي الاهلي مد ايدك للانديه واقعد معاهم، حتى لجنه لو دورها مش فعال، معترض على حاجه، الكبير لازم يعمل كده، الكبير لازم يعمل كده. ده مش اعتراض والله، ده يعني كده وجهه نظر لوجه الله تعالى. وزي ما قلت لكم يعني الحقيقه برضو انا شايف ان في ساعات بتبقى انتقادات على النادي الاهلي في مواضيع تقيله جدا مش موجوده، زي ما موضوع القرض ده، والحقيقه اللي انا اتصلت بيه انا ما كنتش عايز اقول الاسم، ولكن هو الراجل الحقيقه قال لي قول الاسم، استاذ عماد وحيد، انا يعني كان في اتصال معاه وقال لي قول ان انا صرحت على مسؤوليتي الشخصيه وانا
وقلت كده وتصريح على الحقيقة لسانه، وأنا قلت التصريح بحذافيره النادي الأهلي لم ولن يعني يلجأ إلى بنك أو قرض أو سلفة أو أي حاجة خالص، وعلى الجميع إن هو يتساءل من أين جاء مجلس إدارة نادي الأهلي بكل الفلوس دي. زي ما دايما بنقول، مرتضى منصور جاب الفلوس دي منين عشان يعمل كل الصفقات؟ خليني كده، النادي الأهلي جاب الفلوس دي كلها منين؟ عشان يدفع المرتبات، عشان يعمل الصفقات، عشان يدفع الفلوس القديمة، عشان محمود طاهر يعمل فرع جديد. دي الحاجات اللي الناس لازم تسأل عليها، والنادي الأهلي برضو لازم يتعامل مع الميديا برضو بشكل مختلف شوية. ادي حضرتك المعلومة، يعني مش معنى النادي الأهلي معنى ان انا اكتم الدنيا وعشان اخد المعلومة لازم تخلص وتموت وتكلم مصر كلها. برضو ما ينفعش. احنا الحقيقة بنعاني كاعلاميين، والله ما انا كسيف، انا كان معايا كابتن احمد شوبير قال كده، كريم شحاتة بيقول كده، كابتن مدحت، اي حد هتلاقي مش عنده المعلومة، والصحفيين بيقولوا كده. يعني احنا في الاخر بنقعد نحاول يعني نجتهد عشان نجيب المعلومة. اطلع يا فندم قول انا والله الوضع كذا. فندم ما تخشش مع سيف، ولا تيجي ضيف مع شوبير، ولا مع كابتن شوبير، ولا مع كريم، ولا بس حضرتك وصل المعلومة. والله اللي حضرتك عايز يحاربك خلاص هو حر، مش هياخدها. احنا بفضل الله اما بتجيلنا المعلومة، اي مسؤول بيكلمنا من داخل النادي الاهلي يا سيف الموضوع كذا، على طول في ثانية الموضوع يطلع على الشاشة كده، لانك ما عندكش هدف. مرتضى منصور اي توضيح معلومه، لو بعت لي مسج على الهواء بمنتهى الصراحه وانا بقول حاجه غلط، لا يا سيف القصه كذا كذا كذا، فندم كتر الف خيرك نصلح ونقول على طول. ما بنطلعش يعني نقول ان احنا بقى عارفين الكفت وماسكين قضيه وهنعمل اللي احنا واثقين ومتاكدين منه، بنحط صدرنا ونقول ان احنا واثقين ومتاكدين منه، اللي احنا مش عارفينه ما بنروحلوش، ما بنتكلمش عليه. ده بس ايه سريعا كده عشان الامور تبقى واضحه. عايز اقول لكم النهارده ان تشكيل منتخب مصر كان احمد الشناوي لحراسة المرمى، ورامي ربيعه، واحمد حجازي، محمد عبد الشافي، حازم امام، النني، ابراهيم صلاح، ومحمد صلاح، محمود كهربا، رمضان صبحي، وباسم مرسي. بتجيبولنا يا جماعه كابتن اكرامي نساله على هدف الشناوي برضو. يعني ده تشكيل منتخب مصر. ده تشكيلة منتخب مصر اهي، وتغييرات النهارده زي ما قلت لكم، تريزيجيه مكان رمضان صبحي، مؤمن زكريا مكان باسم مرسي، واحمد توفيق مكان ابراهيم صلاح. تمام، زي ما قلت لكم اخيرا برضو مصر بتتصدر المجموعه برصيد 6 بونت في المركز الاول، في المركز الثاني نيجيريا برصيد 4 بونت، وتنزانيا في المركز الثالث برصيد بونت، وتشاد في المركز الرابع برصيد ولا حاجة. ومرتضى منصور أخذ سيلفي مع ماجد سامي النهاردة، وده شيء أكتر من رائع. والسيلفي الحقيقة بقى حديث المدينة، حتى في الاستوديوهات قاعدين بياخدوا سيلفي، وكله تمام وكله زي الفل. نطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيوفنا كابتن محمد فاروق وكابتن مدحت عبد الهادي، نجوم نادي الأهلي والزمالك، وحديث عن المنتخب الوطني مدحت عبد الهادي ومحمد فاروق، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم مع ضيوفنا ونجومنا النهارده نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا واللي دايما بيشرفنا ونورنا داخل ملاعب اليوم واستوديو الحياه كابتن مدحت عبادي. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. اللوك العاليه الجديده دي يعني حاجه جديده كده. مطلوبه دي يا كابتن؟ انا وحازم متفقين بنعملها مع بعض. مطلوبه؟ شويه. حازم انا عارف اعملها ليه. ليه بقى؟ بعد ماشي. لا والله يعني انا يعني حاجه جديده كده كان مش التزام وبتاع بس كشكل حاجه جديده وبالاخص قعدت معايا فتره وانا في قطاع الناشئين وبرده كنت قلت لك الموضوع ده سيف كان عندنا يوسف محيي الله يرحمه من ساعتها بدات اصدقني شويه كده لغايه ما كملت معايا شويه. ربنا يوفقك كابتن. ربنا يخليك كابتن. ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر واللي دايما بيشرفنا ايضا النهارده كابتن محمد فاروق. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. مفيش انا بقى حاجه جديده عندي. ما عنديش حاجه جديده. لا انت زي الفل ثابت يا كابتن محمد. ربنا يخليك تسير. ربنا يكرمك ان شاء الله. كابتن مدحت النهارده المنتخب الوطني يعني في فرق في المستوى كبير ما بين منتخب مصر ومنتخب تشاد ولكن النهارده الناس مبسوطه على اداء المنتخب نزول بالاعمار شباب النهارده صغير بيلعب بيأدي بشكل طيب الروح ان يبقى فيه السكور عالي وتكتر السكور بدايه كويسه لكوبر ان هو قدر يوصل برضو لتشكيله مناسبه للمنتخب الوطني. شايف حضرتك المشهد ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه اقول مبروك للشعب المصري مكسب النهارده اقول مبروك لاتحاد الكوره اللي هو يعني خد عهد على نفسه في الفتره الاخيره اللي هو يوفر كل امكانيات للجهاز الفني الحالي. انا شايف النهارده اول رؤيه اللي فاتت ان هو كان حتى كانت تعقيبات ان في فلان ما اتخذش وفي فلان اتخذ بس انا شايف ان الراجل حاطط سيستم معينه كابتن سيف او عنده رموز معينه او عنده يعني ايه كتله لعيبه متوفره بالنسبه له. وكنت بتكلم حتى قبل البرنامج كنا بنتكلم ان اول جهاز فني يجي عنده امكانيه لعيبه عاليه بالاخص في الدوري المحلي بعيد عن المحترفين في الاخص في الدوري المحلي عنده امكانيات عاليه جدا عنده لعيبه على قدرات عاليه عنده حلول كتيره عنده حلول كتير بالظبط بس المكان اكتر من واحد بالظبط. الفتره الجايه بقى التوظيف اللي بنتكلم فيه النهارده انا بتكلم حتى كنت قاعد مع فاروق بره وكنا بنتفرج على المباراه قلت له ان الراجل عنده الامكانيه اللي هو يعرف في الحاله اللي هو يعني الحمد لله احنا اول مجموعه ان شاء الله تكمل في مباراه نيجيريا الجايه ان شاء الله يبقى 9 بونت في مكسب بلاعيبه بتكوين تيم جديد يعوضنا على الثلاث سنين اللي احنا ما عرفناش نوصل فيهم كاس امم. يعني النهارده بيبني تيم جديد بالامكانيات دي بصغار السن بيتهيالي ان الفتره الجايه في الماتشات ديت الاحتكاكات بس بالمكسب الحمد لله بفضل الله هيبقى في تيم كويس قوي لمنتخب مصر الفتره الجايه. كابتن محمد شايف النهارده مكاسب النهارده ايه غير النتيجه؟ يعني في البدايه طبعا لازم نقول ان مستر كوبر النهارده اشتغل كويس كمان لعيبته اشتغلت كويس وده بحد ذاته احنا شفنا النتيجه عامله ازاي لكن عايزين نقول قبل كده يعني زي ما قال مدحت كده ان اتحاد الكوره كان فيه سبورت بشكل كبير الاعلام لازم نتكلم برضو ان هو في الفتره اللي فاتت كان بيقوم بدور كبير عكس ايام كتير كنا دايما نلاقي الاعلام ضد المنتخب فبالتالي بتلاقي النتائج ما بتسع او المدير الفني ما بيتسعدش من 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 الاعلام لكن انا شايف الفتره اللي فاتت ان كل الناس ورا المنتخب ده بدليل ان احنا يعني كنا قبل كده ممكن ما دخلناش البطوله 3 مرات لا دلوقتي احنا متكاتفين بشكل كبير سواء اعلام فنيين مدربين كله بيحاول يساعد الراجل. انا واحد من الناس قعدت معاه شخصيه محترمه جدا مثابر جدا عنده صبر كبير. حضرتك كابتن احنا برضو تعرضنا لموقف التوقف ده اللي هو 50 يوم ده اثر بشكل كبير على شكل الكوره ولكن هو كان عنده ثقه في ان هو يبقى متواجد وعايز يضيف حاجه لمنتخب مصر واعتقد ان هو عمله النهارده. احنا مش عايزين برضو يبقى في حته الخداع من خلال مباراه ونتيجه كبيره زي النهارده. انت زي ما قال مدحت احنا بنبني فريق جديد انا اللي اتمناه ان البنى ده يبقى على وقت طويل يعني وقت طويل ايه انا عايز يبقى الفريق بتاعي ليه سيستم شكل معين يمشي بيه زي كده الكره الالمانيه. الكره الالمانيه ليها شكل انت عارفه بيمشي زي الكره الانجليزيه شكل انت عارف هو بيمشي ازاي. احنا في وقت من الاوقات كنا كده من 2006 ل 2010 انت عندك فريق بيلعب كوره بشكل على الارض بشكل عارف امتى الهجمات مين بيطلع مين بيغطي كل ده احنا محتاجين الفتره الجايه. النهارده النتيجه جيده النتيجه خليتك على راس مجموعه ده في حد ذاته يديك اطمئنان بشكل كبير ان شاء الله الماتش اللي جاي لنيجيريا داخل وانت عندك ثقه بنفسك ان انت اول مجموعه وهيساعدنا كمان الحاله الفريق النيجيري مش بنفس القوه اللي كانت قبل كده فيا رب ان شاء الله مكسب اللي جاي او نتيجه مميزه ممكن تخلينا فعلا ان شاء الله بدري نبقى متاهلين بدري بشكل كبير ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن مدحت كابتن محمد قال حاجه مهمه جدا قال مش عايزين المكسب يكون مكسب خادع
ولكن في نقطة برضو عايزين نبص لها، هل دي التشكيلة الأساسية للمنتخب مصر ممكن يقابل بيها نيجيريا أو أي فريق كبير من وجهة نظر حضرتك؟ لا يعني مش عايز برضو إيه يعني زي محمد قال حاجة كويسة برضو كابتن سيف، قال إن الجهاز الفني اشتغل كويس قوي، اللعيبة اشتغلت كويس قوي بصرف النظر عن المنافس إذا كان قليل أو يعني إحنا قبل كده كنا بنلعب نابيبيا وموريشيوس وبنكسب بالسبعة وبتاع، مش خداع بس أنا بتكلم على العناصر الموجودة للراجل. يعني النهاردة أنا واحد من ضمن الناس كنت يعني كان ليه رأي يعني رأي من ضمن الشعب المصري في 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 المجموعة دي كان لازم يكون موجود حسام غالي، كان في آراء كتيرة بنفس القصة، بس أنا شايف إن الراجل عنده الإمكانية وعنده وفرة لعيبة كبيرة كابتن سيف يعرف يقابل أي فريق. الوفرة ديت متهياله هيعرف الفترة الجاية على المدى زي المفروض يتكلم المدى الطويل لقدام في اللي احنا ماشيين فيه السيستم، بس بالمكاسب زي ما انا قلت لحضرتك هيعرف يعني يوظف التوظيف بتاعه هو دوت اللي هيبان الجهاز الفني الشغل بتاعه الفترة الجاية. يعني النهاردة مثلا بيلعب ابراهيم صلاح والنني، ممكن الماتش الجاي ما يكونوش موجودين. لا هو النني هيلعب على اي حد يعني النني، لا انا بكلمك هو مقتنع بيه النني وصلاح، انا مش شرط عن النني او ابراهيم حازم امام سي يعني انا بتكلم على العناصر كلها. يعني النهارده اصابه علي جبر واحد من الاثنين، اذا كان رامي اذا كان رامي ربيعه او احمد حجازي لعب على علي جبر يعني انا عايز وسعد سمير برضه وسمير وسعد سمير يعني انا عايز اوصل لك ان الراجل عنده وفره لعيبه. مباراه نيجيريا تقول لي مين يلعب بيها هتبان من خلال الفتره الجايه بالظبط كده، اذا كان من ماتشات الدوري المعسكرات بتاعته النهارده واخد مثلا 25 لعيبه فاروق ممكن يكون المعسكر الجاي ياخد 30 ويطلع ناس. النهارده الناس كلها كانت معترضه على وجود حماده طلبه، النهارده حماده طلبه يعني انت فاهمني يا كابتن، بس واضح ان هو عنده فكره كابتن، واضح ان عنده فكر انه في ناس بيحبها. يعني هو من المتمسك جدا بباسم مرسي، الرؤيه بتقول كده، متمسك جدا بالنني، متمسك جدا برامي ربيع. بص يا كابتن سيف، التشكيله اللي قدامك دي او الوفره اللعيبه او بالاخص انا بعتبرها التلت الهجوم يا كابتن سيف لمنتخب مصر للمجموعات. بص يا كابتن اللقطه دي بتاعت تريزيجيه ده في وصولهم هناك ده ابن حد من لا ده ابن واحد شادي طبعا ابن حد من هناك بس انا مسمري شويه مسمري شويه يعني الوفره المهاره الموجوده المهاره الفنيه الموجوده في منتخب مصر او المجموعه اللي موجوده كبيره او كابتن سيف. يعني انا اثق في ربنا وفي الجهاز الفني وفي المجموعه اللي في التلت الهجومي بسيب مين اللي بيلعب اكثر في اي وقت. يعني فهمني حضرتك، يعني التلت الهجوم المنتخب مصر المجموعه ديت او اللي نزلوا حتى النهارده تريزيجيه لما نزل عالي، النهارده مؤمن لما ينزل عالي. مين يا كابتن اللي بنقول النهارده ان هو من وجهه نظرك الفنيه حط رجله في المنتخب الوطني النهارده الراجل يعتمد عليه او النهارده هو عنصر اساسي بالنسبه لكوبر؟ محمود كهربا. محمود كهربا يعني كهربا انا من الناس اللي قلت مثلا كهربا ممكن اكبسف لما جه نادي الزمالك الماتشات اللي فاتت هيبقى بعيد شويه، لسه في رهبه من المكنه شغاله ما شاء الله من اول دقيقه في امتنا كابتن ما شاء الله. يعني اما بدا فاروق مع نادي الزمالك مفيش يعني ايه مفيش رهبه، راجل شغال كانه شغال مع الفرقه. لما راح النهارده منتخب مصر وبيلعب النهارده الاداء بتاعه مميز برده يعني نفس طريقه لعبه، يعني مفيش رهبه. منتخب مصر بلعب جنب محمد صلاح باسم انت فهمنا كابتن بيشتغل نفس الشغل بتاعه وشغل ايجابي. يعني انا عايز اقول شغل كهربا النهارده ايجابي يا كابتن سيف، ايجابي اللي انا كنت بتمناه النهارده. يعني هو بعيد عن فورمته شويه رمضان صبحي، يعني ما كنتش متوقع. يعني احنا حتى في الشوط الاولاني قلت رمضان هيفرق شويه، يعني لقيته بعيد عن المستوى اللي احنا متعودين عليه او اللي بيعمله مع النادي الاهلي لانه مميز مع النادي الاهلي. النهارده كهربا انا شايف الايجابيه بتاعته اللي مع نادي الزمالك النهارده بيأديها برضه مع منتخب مصر. تمام، فاصل سريع ونرجع تاني مع نجومنا كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن محمد فاروق. يعني لسه بنتكلم الحقيقه لما نطلع هوا لعيبه كتير قوي في الاهلي والزمالك ومنتخب مصر و يعني عدد كبير يا كابتن مدحت. لسه انا يعني انا عايز الراجل دوت عنده مكسب كبير
يعني زي ما ساعتك بتتكلم دلوقتي على اربع ماتشات اهلي وزمالك، الراجل ده عنده مكسب كتير. الراجل ده ناقصه حاجه واحده بس، بس هو سي في عالي. لا اللي ان شاء الله كل اللي تشانس ده مش من نصيبه هو، من نصيب الشعب المصري ان شاء الله. بس التوظيف بقى كسيف في الفتره الجايه، يعني توظيف الراجل للمجموعه اللي موجوده في اهلي وزمالك بس. شوف انا بكلم حضرتك كده على اهلي وزمالك بس يا فاروق، الله يكون في عونه. هو كل ما الدوري بمستوى بيرتفع كل ما قاعده اللاعبين بالنسبه له تبقى واسعه وسهله بالنسبه له في الاختيار. اللعيبه دي وهي ما بتلعبش المنتخب مش شايف بالظبط. فبالتالي بالتالي هو السنه الجايه واللي احنا كلنا متوقعينه بشكل الفريقين الكبار اهلي وزمالك والانديه اللي بتحاول بشكل اشكال تبقى فيه لعيبه مميزه عشان يخش في المعمعه الدوري. يعني احنا شفنا المقص السنه دي حد كبير يعني مجموعه الانديه بتحاول بتضيف بشكل قوي للدوري المصري، ده في حد ذاته بيفيد المنتخب وده اللي احنا نتمناه السنه دي. طبعا كنا بنتكلم على الاهلي والزمالك، ده في حد ذاته المتوشه دي فعلا هي اللي بتفرق. لما تيجي تبص حتى للعيبه اللي موجوده يا كابتن سيف، هم تقريبا اهلي وزمالك ما فيش غير مثلا نني ومحمد صلاح واحمد حسن كوكا اللي هم من 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 بره الانديه دي. بدليل ان النهارده يعني ما شاء الله انا شايف رامي ربيعه وحازم مام ورمضان صبحي ومحمد وكهربا وباسم مرسي، لا يعني ما شاء الله انا شايف باسم مرسي النهارده ما شاء الله برضو ما زال هو متفوق على نفسه، واعتقد ان هو ياخد احسن لعيب موجود في مصر. دي مخرجات كهربا زي ما كانت بص انا 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 النهارده هي دي اللي تميز بقى انا مبسوط النهارده جوب بيحط اسيست شغال إن مستر كوبر النهارده ارى فريق تشاد من مباراته الاولانيه ان هو عنده جزء فريق تشاد عنده البطء في الحته الدفاعيه، فلازم كان يستغل بمجموعه لاعبين عندهم السرعات بدايه من محمد صلاح ورمضان صبحي وكهربا وقدامهم باسم مرسي. اعتقد ان هم استغلوها. هو ما ينفعش في مباراه زي كده كابتن سيف تكون الارضيه عامله بالمنظر ده ودرجه حراره عاليه ان انا ابتدي ادافع، لا ده انا اشتغل بما ان عارف الفريق الثاني نقاط ضعفه ايه، اشتغل عليها واجيب جون بدري وابتدي انا العب بقى اخلي الكره هي اللي تشتغل. وهم عملوها حتى يعني الجون الاولاني في الثاني وابتدوا ايه الهدوء بقى خلاص ثقه بقت موجوده عند اللعيبه ابتدوا يشتغلوا بنقل الكوره بالرغم ان الارضيه دي ما تخليش الكوره تتنقل بشكل جيد، لكن اشتغلوا عليها واعتقد هم بقى عندهم الثقه هم الفرقه الثانيه اللي عايزه تعوض. فبالتالي فتحوا جميع خطوطهم، فتحوا كل ما اوتي من قوه عندهم عشان يجيبوا هدف مصر. الامور بقت سهله بالنسبه للمنتخب والحمد لله النتيجه كبيره تفيدك قدام، يعني تفيدك مع في ترتيبك حتى في تصنيفك حتى في الاتحاد الدولي ان انت بتكسب وبتكسب في سكور كبير تفيدك بشكل كبير يا كابتن سيف. يعني محمد صلاح جاي عنده روح ودي الحقيقه حاجه احنا ساعات كتير قوي بنفتقدها في اللاعب المصري بيكون محترف نادي كبير ويجي المنتخب. هو عارف بيعمل يا كابتن سيف، يعني دي حاجه مميزه جدا في محمد ويا رب تفضل موجوده وتبقى سمه موجوده عنده وعند اي لعيب يبقى موجود يحترف بالشكل ده. هو عارف ان هو وصل لمرحلة وتمنه بقى سعر كذا عشان هو بالقوة والروح اللي موجودة عنده دي اعتقد ان هو عارف ان الناس بتتفرج عليه في كل انحاء العالم، فما ينفعش ان هو مستواه وروحه ده يقل لان طبعا سعره هيقل. يسأل الشناوي على الهدف ده يعني لحد كبير، يعني هو الشناوي يعني برضو التغطية رقم واحد، التغطية العكسية كانت رقم واحد، الشناوي طبعا يسأل يعني التغطية والشناوي طبعا دي مهمة جدا كان المفروض ياخدوا بالهم منها. في الأول وفي الآخر الحمد لله يعني جون ما أثرش على سير النتيجة، ولكن الأخطاء دي كانت تصيف مع الوقت ومع المعسكرات ومع تواجد اللاعبين بالشكل المناسب مع مستر هيكتور كوبر هتتلاشى، يعني دي هتتلاشى. وزي ما قلنا احنا عندنا نيجيريا فريق قوي فريق منظم فريق ما فيهوش عشوائيه بالمنظر اللي احنا ممكن شفناه النهارده مع فريق تشاد واللي احنا استغلناه بشكل كبير جدا. يعني كابتن مدحت يعني لو قلنا الثلاثي الهجومي لمنتخب مصر او ان هو يكون موجود كيميا، كنت زمان بقول مثلا محمد صلاح ابو تريكه وخلطه كبيره مع المنتخب الوطني، نزل بنقول النهارده ده ممكن يكون باسم وكهربا ومحمد صلاح خط مثلث هجوم المنتخب الوطني، خصوصا ان الراجل صاحب مدرسه ان هو بيلعب براس حربه واحد صريح، يعني ما عندوش حته اتنين راس حربة والجو ده يعني إيه؟ يعني انت بتتكلم في ثلاثي، لا في رباعي وفي خماسي كتيره كابتن سيف، انما النهارده زي ما محمد بيتكلم ان سعر صلاح هو عارف هو وصل لايه، بس النهارده انا بقول صلاح عليه مسؤوليه كبيره منتخب مصر، يعني انا بعتبر في الناس المجموعه دي موجوده كلها. لا يعني انا مش قصدي كده، انا قصدي حضرتك ان الماتش ما تتفرج عليه تحس ان تحركات باسم وكهربا مع صلاح في الجزء اللي قدام ده هو ده اللي عامل. ما هو كابتن سيف انا قلت لك اخطر حاجه لمنتخب مصر هو الثلث الهجومي بالناس الموجوده او اللي هينزل كمان.
فهمتني؟ بس انا بقصد حاجه معينه. صلاح عليه مسؤوليه كبيره. صلاح النهارده انت وجهه نظرك ان ممكن يكون في حد من بره برده في الحته دي جامد. صلاح عليه مسؤوليه كبيره زي ما حضرتك بتقول دلوقتي. صلاح اشتغل مع بوتريكا واشتغل مع ناس عاليه وهم كانوا بيعملوا كل حاجه عشان يظهر صلاح. ما صلاح ظهر على الطريقه ديت. النهارده زي كهربا، صلاح كان اما دخل منتخب مصر لما كان في بازل، لما دخل منتخب مصر كان بيشتغل بالسرعات، كان ابو تريكا بيستغل دي معاه بيحط له. النهارده نفس القصه، بيشتغلوا مع مين؟ مع كهربا، بيشتغل مع بازل. يبقى النهارده صلاح عليه مسؤوليه كبيره لو يقدر يشغل الناس دي ويعرف يهدف. النهارده مثلا، النهارده لما منتخب مصر مثلا يكسب 5 يقول لك صلاح ما جابش جون، الناس تزعل ان راجل جاي، راجل عالي في روما، كان في تشيلسي، مش في فرنتينا، في بتنا كابتن. النهارده في مسؤوليه على صلاح. النهارده شغل صلاح زي ما حضرتك بتتكلم، لا جاي عنده روح، عايز يلعب منسجم، عايز يلعب كتير. كابتن من سبرنتات يعني، في كام لقطه هنا فيها كام سبرنت بيخطف السبرنت وبيجري النهاردة وبيفتح. سيف انا النهارده في الشوط الاولاني سبرنتات كهربا وباسم ومحمد صلاح غير طبيعيه ما شاء الله، يعني غير طبيعيه. درجه الحراره من العاليه دي، ورغم درجه الحراره والملعب نجيل سماعي. بس انا عندي تعقيب مش عارف صح ولا لا، يعني عشان برضو دي وجهه نظر الشخصيه ضعيفه طبعا، ان باسم محتاج ان هو يلعب مع اللي جنبه شويه. هو باسم عجبني يعني في حاجه حصلت الفتره اللي فاتت ساعه مباراه الصفاقس، الحاجه اللي حصلت هناك في المطار معاهم. انا عجبني حازم، يعني حازم في احد الحلقات اتكلم، وده كان تنبيه وانا حتى كنت بكلم باسم فيها. قال له باسم حاول تسترجع اول ما جيت، يعني حاول تسترجع انت كنت شغال ازاي، يعني خلي باسم هو باسم اللي الناس عرفته في بدايه الموسم مع نادي الزمالك، هداف نادي الزمالك. باسم كان بعد شويه كابتن سيف، اللي هو يعني مش عايز اقول مثلا غرور، لا مش غرور، عايز بدل ما يبقى هداف عايز يعمل اجوان وعايز يبقى مميز. النهارده لما باسم بدا يشتغل شويه في كورتين على الاقل، مثلا زي ما كهربا كان بيعمل العرض او محمد صلاح بيعمل العرض، لو صراحة عمل بالعرض كان هيبقى فيها اهداف. هي دي اللي حضرتك بتتكلم فيها. بس انا كده شايف ان باسم بدا يرجع تاني للايجابيه بتاعته اللي كان بادئ بيها فاروق، لانه كان بعد شويه. منتهى الامانه انا اتكلمت وحازم قالها في احد في 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 برنامج برضو في حلقه ليه، قال لي يا باسم النصيحه بقولها لك حاول ترجع زي ما بدات، لانك انت بعدت شويه. انا شايف النهارده الايجابيه بتاعت باسم النهارده هاتريك، اه بدا يرجع تاني للخطوه دي. انا ليه تعليق بس، يعني طبعا هي هو باسم فرود، وده الموضوع الفرود ده لازم يبقى اناني، ده رقم واحد يا كابتن سيف. زاد كمان نقطه مهمه ان احنا منتخبنا ما بيتجمعش كتير، في حته الربط دايما باستمرار دي بتبقى الى حد ما بتيجي مع الوقت. لان لما تيجي نشوف منتخبات من 2006، المنتخب اللي هو حقق لمصر كان فيه تفاهم، كنت تلاقي عماد متعب بيعمل كده، ابو تريكه طالع، بركات جاي، كل ده مع الوقت ممكن زي ما احنا بنتكلم باسم يتاقلم ويبقى الامور زي ما بيقول يلعب مع اللي جنبه شويه. اصلا عندي قناعه ان الثلاثي ده كهربا وباسم وصلاح. انا عندي نقطه، انا شايف ان الراجل كمان بيلعب بنفس طريقه اللعب بتاعه الناديين الكبار اللي هو الاهلي والزمالك، اللي هو بيعتمد على 4-2-3-1 او 4-3-2-1. هو حتى بيلعبها لانه عارف ان الامكانيات الهجوميه اللي موجوده في الناديين هي دي اللي بتكسبه. اعتقد ان هو استغلها بشكل كبير في ظل وجود بقى محمد صلاح معاه. على فكره كابتن، اوروبا كلها بتعمل كده، بتوحد طريقه اللعب بالظبط، يعني المنتخب مع الانديه بتاعه المنتخب، ودي حاجه مميزه هو راجل عملها النهارده باستغلال القوة الهجوميه اللي موجوده في الناديين، ان هو استغلها في مباراه هو شايف انها ممكن بسهوله يكسبها، لكن محتاج انك تدوس من البدايه. هو عملها كده في بدايه المباراه. اما بقى ماتش نيجيريا ممكن هو راجل فكره يختلف، ولكن مش هتبقى يعني مش هتختلف كتير عن الجزئيه دي، لان هو قوه الضرب عنده اللي بتكسبه هي الجزئيه دي. كانت سيف احسن طريقه للعب المنتخب الوطني او اللاعب المصري او الطريقه المصريه كطريقه لعب يعني. لا هو انت بتقول على الواقع او على شكل الفريق، ان مثلا انت عايز تلعب 4-2-3-1 او 4-4-2، ولكن الطريقه بتختلف مجرد ما تنزل ملعب من خلال تعليمات المدرب، عن خلال تحركات. بس هقول لك ظاهره كابتن، بنفذ لك ظاهره غريبه شويه. برافو عليك، يعني انت قلت دلوقتي حاجه، الاهلي والزمالك بيلعب بطريقه راس حربه واحده وعندهم تخمه في الخط اللي ورا ده، هو ده وما زالوا بيجيبوا هو ده المكان ده. بس هو ده سر تفوق الاهلي والزمالك، هو الخط اللي ورا ده. صحيح، وهو ده في الاهداف. خط الدفاع، خط لا الخط اللي ورا اللي ورا الفرود، اللي هو المسال اللي ورا الفرود الصريح، ورا الفرود. يبقى 2، يبقى 3، يبقى 4، سواء في الاهلي سواء في الزمالك. زي ما فاروق قال وحضرتك قلتها، هي الطريقه بتاعت الاهلي والزمالك. ايوه صح، فهمتني يا كابتن. يعني انا برده قلتها لحضرتك برده، يعني اما ميدو مسك قطاع الناشئين، احنا اشتغلنا في الناشئين نفس سيستم الفريق الاول، لان لما بياخدوا مننا حد يبقى الولد طلع عارف نفس السيستم. صح، دي اللي فاروق بيقولها، بره بيشتغلوا بنفس السيستم يا كابتن الانديه الكبيره، عشان يبقى عنده الوفره
بتاعت اللعيبه اللي تقف تشتغل في انديه كبيره بتشتغلها في منتخب مصر. بس هنا الجزئيه بقى اللي فاروق بيتكلم فيها بتاعت المدير الفني. قال النهارده مثلا لو انا شايف ان تشاهد انا جبت جون وشايف هجوم وفرقه عاليه مش عشوائيه تمام، انا عندي الامكانيه ان انا من نص ملعبي تاني بنفس التشكيله ديت. يعني هو الراجل عنده الامكانيه، عنده الامكانيه بتاعت لعيبته اللي في الملعب يعرف يقفل نص الملعب بيلعب فرد وتحتيه واحد، يبقى قفل ب 4-4-4-4-1-1 فهمتني يا كابتن سيف؟ مش 4-4-2 كمان، لا 4-4-1-1. اصل هو كابتن هو بالشكل ده على ما اعتقد ان هو النهارده لو بيفكر ان هو يستعين بحسام غالي هيبقى على حساب النني. لا برضو انا على هيبقى على حساب صلاح يا كابتن. اتفضل. على حساب صلاح. ابراهيم صلاح؟ ابراهيم صلاح لا يعني انا النني، انا بالنني انا في اعتقادي ان هو بيقتنع بشكل كبير جدا. اتفضل. هقول لك ليه. انت حضرتك حسام غالي وحسام عاشور في النادي الاهلي واحد واقف واحد متقدم، اللي هو حسام غالي وحسام بتبقى 4-1 4-1 وحسام عاشور، وحسام غالي يعشق ان هو يروح يزيد كويس كده. النهارده الراجل بيلعب بالطريقه دي بالعكس، بيكمل. ابراهيم صلاح اللي واقف والنني هو اللي بيزيد. غير كده بقى انا ما اقدرش النهارده يلعب كدا. حسام غالي والاثنين يزيد. وانا بعترض مع فاروق في حاجه، فاروق دلوقتي سيف بيقول ايه اللي هو يجي على حساب مثلا ابراهيم صلاح. لا انا في رايي ان ابراهيم صلاح، انا اقول لك حاجه، بس انا هقول لك حاجه، انا اقول لك ابراهيم صلاح قوي جدا في الجزئيه دي يا فاروق في قطع الكوره. جميل، خلي بالك من ده، بس العالم كله ده دي اللي الكابتن سيب بيتكلم فيها. طبعا. حسام عاشور قوي جدا في قطع الكوره. اسمه ايه بالبلد يا كابتن؟ ايه اسمه ايه بالبلد؟ يعني يعني ليها حاجات كتيره جدا. لا ده هي ليها لفظ معروف جدا اللي الشيش. هي فندم اللي بيقش، اللي بيقش. لا 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 الشيش ولا لا لا معرفش. خدام نص الملعب. خدام نص الملعب. بس اقول لك لعيب كبير جدا كان معايا ضيف اللي قال لي كده. بس يا كابتن سيف العالم كله ما بقاش كده. قال لي دور ابراهيم ده ودور كان احمد حسن زمان تامر حميد اللي قال لي افندم تامر عبد الحميد على فكره اللي اللي قال لي كده كابتن تامر عبد الحميد وكابتن احمد حسن بعديه هم قالوا لي كده. يا كابتن سيف بيجري يجيب الكوره من اي حته بس ويديها لك. بس احنا كنا ناجحين في المجموعه بتاعتنا لما انا رجعت من تركيا وحازم جه من ايطاليا وجانا كابتن حسام وكابتن ابراهيم ووليد عبد اللطيف وهيثم فاروق، كنا مجموعه عاليه. ليه؟ تامر حبيب كان بيعمل عالي قوي. يعني تامر حبيب كان بيريح ابراهيم حسن، بيريح ناحيه طارق السيد او طارق السعيد فهمتني يا كابتن، بيريح المجموعه بتاعته بيقطع الكوره بس فاروق بيعمل كده. عشان كده بقول لك وابراهيم عالمي فيها دي صراحة. ميزه ابراهيم صلاح في الزمالك عالمي فيها صراحة. وميزه حسام عاشور في الاهلي. انا عندي حته بس لازم اضيفها كابتن. العالم كله دلوقتي نوعيه اللعيب اللي هو زي ابراهيم صلاح او حسام عاشور اللي هو اللي انا عايز اخليه يبقى ثابت بقى موجود. ويطلع مثلا حسام غالي او النني. لا الموضوع انا بختار نوعيات لعيبه اللي هي عندها الدفاع صح مظبوط في نص الملعب وعندهم امكانيه ان هو يطلعوا. اما النضوج بقى اللي هو عند الاثنين هو اللي يفرق. ان انا لعيب وصلت النضوج ان انا عارف حسام غالي هيطلع امتى فاثبت انا حسام غالي طلع يثبت هو يطلع. هو ده الدنيا بقت كده. لكن مش هجيب لعيب افضل مخليه هو عشان حسام غالي يطلع. لا دي نقطه دي. ايوه ماشي انا معاك بس هو سيب انا معاك بس سيب بيتكلم في نقطه هنا يعني في الملعب اتجاه الكره فين. انا فاهم يعني انا عندي النزعه الهجوميه اكتر من الدفاعيه. يعني انا بلعب ديفندر بس عندي النزعه الهجوميه اكتر. مزبوط. دي اللي هو بيقصدها ان حسام غالي بيعملها باستمرار وناجح فيها. بيعملها ويجيد فيها لانه عنده ونجح جزء فيها جداً. مهاري عالي جدا فهمتني. بس الرد هنا ما هي دي اللي بنتكلم فيها فرق. الرد هنا ان عنده الامكانيه اللي هو بيروح بس عارف بحساب. يعني لو حازم امام طالع بيعملها بس بيميل. بس يا كابتن كلام محمد فاروق حته صح في حته ان كابتن محمد بيقول ان النني لا النني اما راح اوروبا طور من نفسه تمام. يعني بقى بيروح بقى بيشوط وليه جوان مع منتخب مصر الفتره الاخيره ما كانش عنده قصه كده تمام. فكانت القصه ان انا صريح ديفندر صريح في نص الملعب. لا النني مش كده يا فندم. النني مش صريح وانا عايز برضه كان ديفندر صريح بعد ما روح طور من اداءه ومش في اول منتخب. يعني اول المنتخب برضه اما انضم في الاول كان ديفندر صريح. دلوقتي لما ابتدى يجي بتشوف النني بيزيد ويروح ويشوط. دي اللي بقت عند حسام غالي برضه مؤخرا. وفي ميزه النني يا كابتن مرديلا بقصدها لك في ميزه غير يعني حسام عالمي في ديت التكمله بتاعته دي فاروق بيعملها عالمي. النني في ميزه بيعملها حلوه قوي كابتن لما بيكمل التكمله بتتكلم فيها ده يا كابتن سيف ويلاقي لو هو بيلعب ناحيه اليمين مثلا فاروق وحازم كمل بتلاقي النني ما بيروحش بيميل. انت فاهم ازاي؟ يعني النهارده لما حازم وقع فيها كابتن سيف في الشوط الاولاني اللي كان مايل ناحيه اليمين كان النني كان قافل ناحيه اليمين. هو يعني عنده الايه القدرات الديفندر مش الديفندر الثابت بقى فاروق بس عنده الامكانيه بيروح وبيقف ازاي فهمتني. انما حسام غالي عنده الامكانيه عاليه قوي في التكمله بيعملها ممتازه. برضو انا مش فاهمنا يا مدحت. انا قصدي اللي جنب بقى النني او حسام غالي انا مش عايزه يبقى امكانياته هي دي بس فقط لغير
الثبات وان انا اروح اجيب الكوره وانتهى الموضوع. هو بيقصد حالك في الكوره الحديثه الكوره انا بزيد مع الكوره انا لازم ازيد. انا عارف امتى يعني امكانياتي انا موجوده ان انا اقدر اعمل الكلام ده, بس عارف اللي جنبي ده بيزيد امتى واللي جنبي ده عارف ان انا لما هزيد هو هيقف. ده هو ده الفكر, مش هفضل انا بقى اتنين ثابتين دي للجهاز دي للجهاز الفني بقى ده انا بخسر اتنين كده. لا هو قصدي دي, دي, أيوه ماشي دي تطور الكره الاوروبيه تمام كتمتها. دي للجهاز الفني بقى بالظبط. الجهاز الفني ممكن على حسب امكانيات اللعيبه. انا لا ان الاثنين عندي بيعملوا نفس الميزه مش زي ده ممكن اعمل حاجه زي كده. ما عندناش في الكره المصريه في كتير خفيف. ممكن المدير الفني يقول لك لا انا لا الاثنين يعملوا نفس الموضوع, لا انا عندي واحد يضمن لي الدنيا في الميلة بتاعته وعنده واحد بيكمل عادي. كابتن الكرة الأوروبية عنده السرعة إن يقدر يعمل كده, يعني عنده السرعة إن ارتداد سريع جدا. لكن أنت برافو عليك, أنت في الكرة المصري أو لعيب مصري ما تيجي حضرتك تقول له كده, ما تيجي تقول الاثنين زيدوا أنت من ورا شايف. هي نقول بس كابتن وإن أنا أبقى خلاص فاهم ده بيزيد إمتى, فأنا خلي بالك يا روح بس يبقى عندي الإمكانيات اللي تقدر تخليني وقت ما أزيد ابقى عارف بعمل ازاي. حسام غالي كده برضه من مميزات الجهاز الفني كابتن تشتغل بامكانيات لعبتك بالظبط كده. لا 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 انا ما بتكلمش, انا بتكلم صح. انا بتكلم خلي بالك هو اللي احنا النهارده ننجح في يعني الحمد لله ان الانديه كلها مش الزمالك واهلي ان الانديه كلها والنهارده منتخب مصر بيأدي بالاربعه. خلي بالك ان الناس كانت فاهمه موضوع الاربعه اللي انت بتلعب بالاثنين السردباكين دولت هم دولت اللي عليهم اللود. لا طريقه اربعه هم الطرفين وانت عارف كده كويس ان التغطيه كابتن سيف دي صعبه. النهارده عندك عبد الشافي ما شاء الله سريع, عندك حازم سريع, يبقى لازم النهارده يطلع رامي ربيعه واحمد حجازي عاليين, لازم يكونوا كويسين. فهمتنا يا كابتن؟ يعني هي يعني ان احنا ننفذها يعني هم الطرفين اللي بيقفلوا يا كابتن في الخط اللي ورا. طبعا يا كابتن اربعه يا كابتن الميزه يعني يقول لك ايه انا عايز قلب الملعب اللي هم الاثنين اللي استوبر فروع عارف الكلام ده كويس. لازم يكونوا سراع ماشي, رامي ربيعه سريع واحمد حجازي سريع. طب الطرفين العكسي النهارده الجون النهارده فروع قال لك ايه الجون يتسبب في مين؟ تغطيه. التغطيه حازم ما كانش موجود. فهمتني يا كابتن؟ النهارده عشان تنفذ يعني بص خطا صغير كره عرضيه الجون ده برده لو ياسر يجيبه لنا تاني كان في حلول عند الشناوي. لا هي ما عملت باند برده. لا حلول قبل الباند اللي هو يطلع بدري طبعا. لا بس بعيده شويه يا كابتن سيف. هنبص يا كابتن هنشوفها تاني. لو عدهالنا ياسر هتلاقيها بعيده شويه في الصندوق هو اللي عنده الحلول. يعني هي بعيده شويه وخلي بالك ان اللعيبه وبيلعبها فرق متردد يحط في الجون ولا كان عايز يعمل بره ولا عايز يوقف هم مش عارفين بيعمل ايه الصراحه. بص يا كابتن بص بص فينا يا كابتن بعيده. لا انا شايف ان هو مش حاططها في الجون كمان. اه بعيده سيف. بص لا معلش ياسر رجعها لنا تاني بعيده. بص سيف ممكن عندك حق. لا بعيده بس الولد حتى بص هو بيحط بطن رجله فوق ما تعرفش هو عايز يعمل ايه. بص هو البند ولا جون ولا عايز يحطها في الجون ولا عايز لازم يبقى فيه تراي على الاقل برده. بالظبط هو ما كانش متوقع ان تروح هو في البند ما كانش متوقع. اه بالظبط غريبه قوي يا كابتن انها تعمل بند كده لازم تكون الارضيه اسفلت. هي اسفلت بالظبط يا سيدي. يعني هي لو بتنط اعتقد ده ترتان من الدرجه الثانيه. ما هو قال لك ده ترتان من الدرجه الثانيه فوق فتبقى كانها ناشفه جدا طبعا. انا عشان كده بقول للكابتن في واحد ايده اتكسرت تقريبا من فريق تشاد النهارده. اه وقع في الاول اتكسر خرج اتكسر واحد من فريق تشاد باسم وقع برضه في نفس القصه. كان ممكن برضه لا قدر الله يحصل فيها محمد صلاح في الثلث الاخير في ثقته في تثبيت الكوره غير طبيعي. وصل لمرحله انا شايف ان هو خلاص عارف بيعمل ايه في الجزئيه دي. وهو امكانياته كمان اللي موجوده سواء بقى رجلي الشمال وسرعاته اللي موجوده بتخليه حاسس ان هو متفوق على اللي قدامه. والثقه اللي موجوده دي بتخليه عنده ثقه كمان قدام المرمى كتصيف. كهربا الفتره دي عنده فرحه وبيلعب في الزمالك والمنتخب تحس ان هو جاي بسعاده غير طبيعيه. انا ما كنتش متوقع على فكره كده. انا كنتش متوقع ان هو لانه جاي عامل كومباك من بره فالمرضه هتنفع الصراحه. انا واحد انا طلعت كنت بتكلم انا قلت غير متوقع ان كهربا هينسجم بسرعه مع نادي الزمالك. اه ده حقيقي انسجم ومراح النهارده بيلعب ماتش زي دوت. لا يعني عارف مفيش هداف منتخب الاولمبي كمان ودلوقتي مفيش بعد مفيش بعد يا فاروق. يعني دي حاجه يا كابتن برضه دايما بقلق من اللعيب اللي جاي. يعني مثلا حجازي ورامي ربيعه لما جم الاهلي قلت ده انجاز لمجلس اداره الاهلي وصفقه اكتر من رائعه وبتاع. بس كان عندي قلق من حته ان اللي جاي من بره لجوه ده دايما بتبقى حزمته اللي هو ايه انا مش عايز اجي دلوقتي فما بتبقاش بالنسبه له حافز قوي. مش هي الظروف حكمت عليه كده يا كابتن سيف. يعني هو يعني انا يعني معلش انا موجود في فرقه مثلا يعني زي حجاز الفرنتينا وبعدين الاهلي عرض عليا انا اللي في ده الزمام اجي ولا ما اجي صح. لا انا مش قصدي يا كابتن انا قصدي ان حضرتك مسافر النهارده من النادي الاهلي لفرنتينا تمام. رايح هناك تكسر الدنيا فاهم حضرتك قصدي يعني اكيد من جواك هتبقى تكسر وانت راجع حلم برضو الاحتراف وحلم اوروبا وبتاع بيبقى بالنسبه لك مختلف صح. لا بس انا شايف يعني الشكل ان رامي ربيعه فاهم واحمد حجاز النهارده زي ما حضرتك قلت انا برضو قلتها بره مع فاروق
قلت مكسب كبير للنادي الاهلي، مكسب كبير جدا. يعني انا اقول لك حاجه، كل الانديه فاروق بتفكر في الجزئيه الامامي. لو انت بصيت في الصفقات هتلاقي كله بيفكر في الجزئيه دي، ما حدش فكر في دي. النهارده النادي الاهلي فكر فيها وجاب اتنين عاليين، صفقه كويسه جدا. النهارده يعني انا عايز اقول لك هو ميجيو برضو، هو مش جاي برضو، خلي بالك يا كفسيف، جاي على نادي كبير نادي الاهلي وطموحه عاليه، وممكن يطلع من خلال نادي الاهلي برضو يحترف تاني. عشان كده بقول النهارده الصفقات اللي النادي الاهلي عملها اذا كان رامي ربيع او احمد حجازي لو خلصوا صفقات ناجحه. طبعا طبعا ان شاء الله باذن الله. نروح سريعا بقى الزميل مهيب عبد الهادي ولقاءات ما بعد المباراه. اداء رائع ولعيبه رجاله، وان شاء الله الجاي يكون افضل باذن الله. توفيق يا كابتن، ربنا يخليك. وعايز اقول للشناوي هايل وكنت رائع النهارده، وهو ده الجون الكبير جون مصر. التوفيق يا كابتن. معاكم على الهواء مباشره كهرباء، الف مبروك الفوز. الله يبارك فيك يا مهيب، ربنا يخليك. طبعا الف مبروك للشعب المصري اللي احنا يعني قدرنا نفرحهم النهارده، واللي جاي احسن باذن الله. يعني مباراه عالميه. حبيبي ربنا يخليك مهيب، ربنا يخليك. في الاوضه ده، في الاوضه. ربنا يخليك طبعا مهيب، والله ده فضل اللعيبه كلها، كانوا رجاله النهارده، واديك شايف الجو كان عامل ازاي والملعب. الحمد لله قدرنا نعمل النتيجه دي، وفرح شعب مصر. غزاله كانت رايقه النهارده. الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليك يعني دايما كده كهربا. يعني اعتقد ان انت اضافه كبيره لمنتخب مصر، نتمنى ان انت تفضل على مستواك كده. ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله الواحد يفضل على مستواه طبعا بفضل اللعيبه طبعا، وبشكر ربنا طبعا وبحمده طبعا النعمه اللي مديها لي، وان شاء الله الواحد يقدر يحافظ عليها، وباذن الله نفرح شعب مصر في كل ماتش اللي جاي باذن الله. واضح ان كوبا كان مركز عليك النهارده. والله الحمد لله كان بيديني تعليمات، والحمد لله ان قدرت انفذ التعليمات، والحمد لله يعني ان احنا كسبنا. الحمد لله. الحمد لله. الفندق بقى في الفندق يا ريس. كابتن حسن ايه؟ اه ازوما. كابتن مؤمن، كابتن ابراهيم صلاح، طمنا عليك وعلى اصابتك. الحمد لله. الحمد لله. تكلموا؟ الحمد لله. طمنا عليك، اصابتك كانت ايه؟ لا شد في العضله الضمه كده خفيف ان شاء الله. باذن الله خير يعني. الو الو. مبروك الفوز، اداء قوي، واعتقد مراكز صعبه. الحمد لله الجو انت جو يعني الجو صعب قوي يا مهيب، درجه حراره عاليه وكمان نجيل صناعي فبتاثر على اللعب وكده، بس الحمد لله اداء كويس ونتيجه كويسه من اللعيبه، والحمد لله الف مبروك جميع مصر كلها. يعني اعتقد نزولك يعني كان اضافه لمنتخب مصر، ويعني عملت برضو بعد الفروقات. لا الحمد لله المدير الفني مستر اللي بيختار مين يلعب ومين ينزل، دي حاجه هو مسؤول عنها. الحمد لله الواحد كان ليه دور ودور كويس الحمد لله، ان هو نزل غير الملعب شويه. الحمد لله مبروك للجهاز الفني، ومبروك للعيبه، ومبروك للجمهور المصري كله الحمد لله. كده دايما انا مؤمن ودايما كده تبقى متواجد مع منتخب مصر. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي يا مهيب الف مبروك. معاك على الهواء كابتن رمضان. طبعا اعتقد ايه لا لا رمضان مبروك الفوز واداء جيد، واعتقد مباراه جيده وبالتشكيله الاساسيه. الحمد لله. بص اقول لك حاجه، احنا اول حاجه بنشكر اللعيبه كلها والجهاز الفني، وال يعني الحمد لله فرحنا شعب مصر. بس بص هو في سر هنا، سر الخمسه هنا. ايه السر مع وليد؟ انا قلت له امبارح
تعالى مصطفى. والله العظيم ابو تريكه جانا في الحلم بتاع المباراه وهو فانا حلمته فجانا طبعا 6-1 فقلت حاجه من الاثنين يا رب حاجه فيها زنده بس يا ربنا يكرمنا لان الفرقه دي حاجه واحده بس محدش عارف اه لو بص على لو بصيت على ايدي انا اعرف محدش عارفه سامع يعني ان شاء الله حبيبي يا ربنا حبيبي ثقة كبيرة فيك ومن كوبر وبينزلك في التشكيلة الأساسية أعتقد بتعيش يعني فترات المفروض تتمسك بيها وتتمسك بالفرصة دي سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر لا الحمد لله طبعا ده فضل من عند ربنا اللي هو الراجل كان واثق فيا ولعبني مفيش يعني حاجة أقولها مهيب الراجل زي ما أنت بتقول اللي هو واثق فيا فأنا عايز أحاول إن أنا أستمر في كده الواحد مسك فرصة لازم يمسك فيها بإيده وأسنانه طبعا ان انت تلعب في منتخب مصر في السن دوت دي مش حاجه قليله طبعا انا فرحان بس الفرحه الاكبر والله يا مهيب اللي احنا يعني انا طلعت ما بين الشوطين ما عنديش اي مشكله الفرحه الاكبر اللي احنا كسبنا اللي احنا عايزين بس كنا نفرح شعب مصر وكان علينا ضغط جامد جدا عارف انت الناس في مشاده ما بين الاهلي والزمالك ومش عارف ايه والكلام ده كله لا احنا اثبتنا هنا احنا لابس ابيض النهارده الله اه عليك ان انت زملكاوي هو انا مش عايز اقول لك مين اللي قال كده بس انت اكيد عارف انا مش عايز اقوله دلوقتي لما اطلع عشان انا بحب اقول بوشه واحد يقول لك انا اكد اللي هو زملكاوي يا عم نادي الزمالك نادي كبير وعلى راسي من فوق بس انا اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه وفضل يقول كده مفيش الكلام ده خالص والدتك اهلاويه ووالدتي ووالدي ايه ما بتعرفش حاجه مش عارف ووالدي الله يرحمه وكل حاجه ده طلع قال له عايز تقول حاجه قال له انا باكد ان رمضان صبحي زملكاوي طب انت ايه منين طيب اي كلام بيتقال وخلاص فاهم عارف قال لك فريق كبير طبعا فريق كبير واحترمه طبعا وعلى راسي من فوق بس انا قصدي ايه لما تقول معلومه يا مهيب قول تبقى واثق منها دي حاجه مش هتزعلني فاهم قصدي يعني مثلا لو انت قلت رمضان زملكاوي وانا زملكاوي خلاص دي حاجه مش هتزعلني انا فاهم بس انت ما تقولش اي كلام وخلاص فاهم قصدي بس انا ما عنديش مشكله خليه يقول اللي يقوله يعني خليه يقول المره الجايه تقول ايه خلاص المره الجايه انا زي تونس كده ايوه مبروك وتوفيق كده رمضان ودايما كده مع منتخب مصر حبيبي ان شاء الله مبروك حبيبي كابتن حسن فريد رئيس البعثة الف مبروك الفوز فوز غالي فوز مريح اعتقد ارتحت كنت مضغوط شويه الحقيقة انت معانا ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة وعايش معانا قبل ما نيجي ضغط جديد والمتربصين كتير عندنا نواة منتخب كويس عندنا شباب كويس يا كابتن مهيب احنا بنلعب في درجة حرارة 38 نسبة الرطوبة 85 عندنا اولاد يقدروا يهدوا الماتش ويسرعوا الماتش فرقة شاد فرقة كويسة الحقيقة فرقة كويسة جدا بس عندنا لعيبة كويسة عندنا نواة منتخب ممتاز وزي ما انا قلت للمهندس خالد عبد العزيز دلوقتي في التليفون هو بيطلبني بيبارك لنا وبيبارك للعيبة قلت له يا معالي الوزير عندك لعيبة عندك نواة منتخب هيوصلوك افريقيا وهيروحوا كاس عالم ارجو ان تعتني بيهم قال لي المكافآت اللي انت هتحطها هديها لهم انا هعتني بهذا المنتخب وانا اشكره مجلس جمال علام مجلس محترم مجلس كويس ناس كلها بتشتغل بس يبعدوا عن الضغط اعلام ممتاز اعلام واقف معانا ولكن هناك متربصين اخرين وانت عارف الف مبروك الف مبروك الف مبروك سيادة السفير المصري في تشاد الف مبروك الفوز اعتقد فوز بيكلل مجهودات يعني قمتوا بيها وتابعتوها مع منتخبنا الوطني مجهودات طبعا اولا مجهودات المنتخب والجهاز الفني والاداري للمنتخب مجهوداتكم انتم معانا ومجهودات طبعا الفريق العمل المصري اللي موجود هنا واحنا عملنا واجبنا وكل ليله جهودنا جميعا الحمد لله بالنصر هو يعني نصر المصر هيرسم الابتسام على وجوه 90 مليون مصري الاجواء زي ما حضرتك شفت كانت اجواء جميله والروح الرياضيه كانت جميله الجمهور التشادي كان يعني كان بصراحه روح رياضيه جميله هو منتخب تشاد منتخب قوي على فكره ولكن ينقصه يعني الحرفيه وجهد برضو منتخبنا يعني فطبعا مبروك لمصر ومبروك لافريقيا كلها ونتمنى ان شاء الله ان تستمر بقى الانتصارات كده يا رب دايما كده ووشك حلو يا كابتن منيب علينا دايما وتوفيقه دايما كده يعني حاجه رائعه دايما انت والناس كلها اللي موجوده في السفاره يعني كانوا قاموا على واجبهم على اكمل وجه الله يخليك ده واجبنا وواجبنا تجاه بلدنا وكلنا منظومه متكامله والحمد لله زي ما بقول لحضرتك كل ليله جهودنا بالنصر المصر ودايما لو عملنا مع بعض دائما كلنا بهذه المنظومة وبهذه الروح
مصر عمرها ما ترجع الى الوراء بل ستتقدم دائما. بشكرك ادم دي. تحيا مصر. اعزائي المشاهدين كانت لقاءات خاصه للملاعب اليوم، عوده الى الاستوديو مع الكابتن سيف، والف مبروك لكل مصر الفوز على تشاد بخمس اهداف مقابل هدف واعتلاء صداره المجموعه. اعزائي المشاهدين عوده للاستوديو مع الكابتن سيف زاهر وضيوفه الكرام. ان شاء الله. عجبك الماتش؟ اه جميل. ممتع كده. والله. الله. ايه كل الناس بيتفرجوا عليك دلوقتي؟ والله ايه. بقول لهم الف مبروك جدا لمصر، والحمد لله رفعت راسنا جدا، والجماهير كلها فرحانه لمصر، وان شاء الله نتمنى مستقبل باهي. الف مبروك. يعني فوز جميل وفوز تاريخي، اللعيبه شرفونا واحنا في الغربه. واحنا سعداء جدا جدا بهذا الفوز، ومرحبا بيكم وسعداء بيكم جدا، شرفتونا. فوز مشرف الحقيقه، واحنا منتظرينه من زمان والله. الف مبروك لمصر، نتمنى في العوده ان شاء الله يبقى 10-0 باذن الله يا رب. الف الف مبروك للمنتخب وعقبال ان شاء الله كل مره. الف الف مبروك وعقبال يا رب البطوله كلها. انا بقول تحيا مصر. الف الف مليون مبروك لمصر، وان شاء الله الماتش الجاي يبقى 10 بامر الله. الف الف مبروك، وده فريق يشرفنا، وان شاء الله يجيب بطولات زي الفرق اللي عدت ان شاء الله باذن الله. الف مبروك لمصر. الف مبروك لمصر، وده انجاز وان شاء الله باستمرار يعني. استاذ عثمان سالم ناقدنا الرياضي الكبير في الاخبار، الف مبروك الفوز النهارده. الله يخليك يا مهيب، يعني احنا طبعا ده فوز عريض بيتحقق يمكن لاول مره، اذا كان زي ما يعني اذا كان الواحد متاكد من الرقم. انت النهارده محتاج الفوز ده علشان تعيد الروح للكره المصريه. احنا بقالنا ثلاث مرات ما بنروحش كاس الامم، في عقاب ثلاث ألقاب. اللي عندنا فريق محترم الحقيقة، عندنا مدرب عالمي، عندنا محتاجين الالتفاف حوالين الفريق ده، لأنه فعلا مستقبل مصر أو مستقبل الكرة المصرية من خلال المجموعة اللي موجودة. زي ما قال الكابتن حسن فريدي، احنا نناجح المنتخب أو الجهاز الفني والإداري والاتحاد إن هم يسهروا اللعيبة في تحت علم مصر، بعيدا عن الانتماءات الضيقه الاهلي والزمالك. وانت عارف ان استاذ مهيب ان كان في مشكله في بدايه اول تجمع للفريق، انه كانت الانتماءات الضيقه كانت طاغيه، وكانت في محاولات لاقحام الاجهزه الفنيه في المشاكل. فالحمد لله احنا بنقول ان احنا عندنا فريق واعد، وان شاء الله عندنا امل كبير في التاهل ان شاء الله. الف مبروك. شكرا جزيلا. دي كانت بعض لقاءاتنا النهارده بعد المباراه. جميع اللقاءات وجميع التغطيه وجميع اللي انتم شفتوه على شاشه خاص وحصري لقناه الحياه. بشكر طبعا الزميل مهيب عبد الهادي، الحقيقه يعني لقاءات وتالق كبير جدا. انتم عارفين الوقت معانا بعد المباراه كان ضيق، ولكن دائما عبر الحياه الامور عندنا مختلفه تماما. كواليس منتخب مصر مش هتشوفوها في اي حته ان شاء الله باذن الله غير عندنا. تغطيه خاصه دية بدية مع المنتخب الوطني، ويعني احتفالات فوز ما بعد اللقاء. رمضان صبحي، مؤمن زكريا، عدد كبير من اللعيبة، بنتمنى الشفاء لإبراهيم حجازي. واضح الحقيقة إبراهيم صلاح، أنا آسف، واضح الحقيقة إن الكابتن حسن فريد هناك، واضح إن الأمور كانت صعبة، واضح إن برضو درجة حرارة الجو، واضح إن هو كان في ستريس وتنشنه الحقيقه. الراجل كتر الف خير ويؤدي بشكل اكتر من رائع مع المنتخب الوطني. جهاز فني محترم زي ما قال الكابتن محمد فاروق وكابتن مدحت، يعني تحت قياده هكتر كوبر وكابتن اسامه نبيه. بنوجه الشكر تاني وتالت ورابع وعاشر لسياده السفير، الحقيقه شيء اكتر من رائع قدامنا على الشاشه اهو. دي كواليس بقى ما قبل المباراة، دي لحظات ذهاب المنتخب الوطني من فندق الإقامة إلى استاد المباراة، خاص وحصري لقناة الحياة. وزي ما انت شايفين السفير بص واقف، يعني مش عارف والله اقول له ايه، يعني الحقيقه بنحييه الصراحه. يعني الحقيقه مشهد ده من ساعه ما نزل يا كابتن محمد، يعني من ساعه ما نزلنا والكدر الراجل ما بيفارقش الكدر، وراجل واقف على رجله يطمن اللعيبه كلها طلعت بالشكل ده. ده واجبهم، واعتقد ان زي ما انت كنا بنتكلم كابتن سيف، انك صعب طبعا انك تلاقي المنتخب مصر يبقى موجود في بلاد معينه طبعا. في اوقات كتير، فبالنسبه له طبعا التواجد ان هو بيخدم بلده من خلال منتخب مصر، دي حاجه طبعا لازم كله يشتغل. وهو الصراحه الراجل
الراجل قال لك لو احنا كلنا بنفس الروح دي موجودين باستمرار عمر مصر هترجع ابدا لورا. هو صراحه يعني الشغل واضح جدا من خلال حتى النتيجه ووجوده قبل الماتش واقف كده وسط اللعيبه، دي حاجه ما بشوفهاش، انا كنت اشوفها صراحه شيء في وقت الحقيقة كبير. شيء اكتر من رائع، وبنوجه له التحيه ايضا، بوجه كل الشكر والتحيه لكرو قناه الحياه وزميل ويب عبد الهادي من هناك. الحقيقه تغطيه اكتر من رائعه دقيقه ولحظه بلحظه مع المنتخب الوطني، وزي ما انتم شايفين احاديث كهربا كل لعيبه المنتخب، ورمضان صبحي علامه الرضا على اللعيبه. الاداء ممكن تكون يعني تنزانيا تشاد فرقه مش بالقوه المطلوبه، ولكن المنتخب النهارده واضح ان هو يعني بيحط رجله على الطريق الصحيح. ليست هذه هي النهايه، ولكن هي بدايه لتاهل المنتخب الوطني لكاس الامم الافريقيه. لسه المشوار طويل والصعب جاي، وكل اللعيبه الحقيقه قالوا الصعب لسه جاي، ولكن اعتقد ان شاء الله باذن الله ان الامور او السهل اللي جاي هيكون افضل. كابتن مدحت، في سؤال قاعد بفكر فيه مش لاقي له اجابه. المنتخب الوطني ممكن يكون فيه حاله روتيشن بالنسبه لحراس المرمى او حاله تغيير؟ دايما متعودين على المنتخب الوطني الجون اللي بيقف بيثبت. الشناوي ابتدى مع كوبر اول لقاء، ثم ده تاني لقاء. هل ممكن نقول ان احمد الشناوي هو حارس مرمى منتخب مصر الفتره القادمه، ولا ممكن تكون فيه منافسه مع شريف؟ لا، المنافسه موجوده كابتن سيف، ودي بترجع طبعا للجهاز الفني كابتن احمد ناجي. طبعا هو ليه رؤيه كل مباراه، مستوى اللعيبه، الحاله البدنيه والنفسيه بالنسبه له هو ايه بالنسبه للمباراه. بس انا سعيد في اللقطات هنا زي ما حضرتك بتشكر سياده السفير وبتشكر مهيب، انا بشكر اللعيبه. يعني انت بص يا فاروق كده، انا بقى لها فتره كبيره ما شفتهاش ان اللعيبه اللي بره ال 18 واللي في ال 18 احتياطي عادي. يعني انا حاولت القط بس وش حد فيهم في تغيير ولا حاجه. يعني حسين السيد وهو بيخرج بيبقى زعلان. فين يا رؤى؟ حسين السيد ماشي مع محمد صلاح، مش عارف ايه سعد سليم ماشي ده الفرده كابتن. لو شفت الشناوي وهو طالع الباص اللي ورا شريف، يعني انا عايز اقول لك بصيت على المجموعه كلها وهي ماشيه من اول في الاوتيل كده زي ما حضرتك بتقول في وجود سياده السفير، شايف الامور طبيعيه. يعني دي حاجه يعني عايز ايه اقول لك، ايه حاجه تبشر لقدام كويسه زي ما احنا بنقول ايه طبعاً. ان المكسب الموجود دوت مع تكون فريق بالاعمار الصغيره ديت، انا شايف ان اللي جاي هيبقى احسن منتخب مصر ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. مركز حراس المرمى كابتن ممكن يبقى فيه تغيير، دايما متعودين على الثبات. يعني المركز ده بالذات الكلام اللي حضرتك قلته انا مقتنع بيه وبالاجتهاد وكل لعب وكل حاجه، ولكن دايما المركز ده اللي بيبتدي بيكمل. التغيير بقى كابتن سيف في المركز ده بالذات للظروف اللي هي القصوى، يعني اللي هي يعني لا قدر الله اصابه حد بقى اصابه يعني طولت شويه، لان الحارس طول ما هو في الحاله البدنيه بتاعته ما بينزلش يعني، والمدرب ما بياخدش الريسك فيه. وخلي بالك يعني المنظومه القديمه بتاعتنا ايه، اللي تلعب بيه بتكسب اللي تكسبه يعني الشناوي خلاص بنقول انه انا واحد من الناس بقول لك يعني زي ما انا قلت الهدف اللي دخل في الشناوي مش بتاعه قوي يا رؤى، يعني احنا قلنا التغطيه بس البند غيرت اتجاه، يعني اللعيب هو مش ذات نفسه العشوائي زي ما فاروق بيقول، هو مش عارف عايز يعمل ايه فهمني. بس في بعض الاوقات انا كنت حاسس ان الشناوي مش هو الشناوي في الشوط الاولاني، مش هو الشناوي اللي احنا متعودين عليه. برده بنرجع نقول زي ما اللعيبه قالت ظروف ارض درجه حراره عاليه، عايز احط برده المبررات، بس المبررات دي كلها تغفر عشان خاطر النتيجه والمكسب الكبير النهارده. بس خلي بالك كمان الشناوي سنه صغير يا كابتن سيف، يعني انت الاول متفق ولا مختلف موضوع هو الثبات طبعا مهم جدا، وطبعا على حسب مستواه الفني وده اللي بيحدده كابتن ناجي او مستر هكتور كوبر، ولكن احنا بنتكلم ان انت قدام الشناوي ده هو ده اللي جاي لك. يعني هو سنه صغير شريف اكبر منه، ولكن كون ان هو يبتدي هو كالحارس المرمى الاساسي لمنتخب مصر في سنه الصغير ده، اعتقد انها بتدي له خبرات اكتر، بيطمنك انت قدام شويه كمان على يعني حراسه المنتخب. شايف يا كابتن محمد ان الشناوي حارس مرمى منتخب مصر تحت شريف، ولا في منافسه بينه وبين شريف؟ لا، هو المنافسه موجوده، من غير منافسه هتلاقي الشناوي في اطمن وفي حاله الاطمئنان دي بتبقى وحشه طبعا. بص يا كابتن اللقطه دي، بص الشعب طيب على فكره افريقيا كلهم لما نروح اي بلد في افريقيا كون كوتيفوار اي بلد صراحه بيستقبلونا بمنتهى ال بص يا كابتن الزحمه عامله ازاي. طبعا مع يعني طبعا كانوا بيقولوا ان في حجم الناس كانوا في الملعب كبير أنا جدا. انا سمعتها بس مش مصدقها صراحه زي انت عايز تتاكد من الموضوع دوت. يعني قال لك من 50 ل 60 الف في الملعب. لا الملعب ما ياخدش بس بيقولوا 2000 واحد حوالين جوه. لا ده جوه التراك اكتر من 5000. دي اتقالت دي حقيقه. جوه التراك لان كان في مدرج وقال له كان معمول بسلك ومش بسلك،
دي قصه تانية. انما 50 60 الف دي كانت كتيره. 50 50 60 الف كانت كتيره جدا يعني لو العدد ده. البلاد الافريقيه فيها ميزه. بص 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 الاسبرنت يا ريت بس بعد كده ظابط واحد يوقف البلد كلها. يعني البلاد الافريقيه ظابط واحد بس. ما نقولش ينزل. احترام الناس احترام القانون طبعا واحترام هم للظابط نفسه كمان مهم جدا. ان انا عارف بص الاسبرنت والنواسف اهو دوت اللي فاروق بيتكلم عليه ولا بقول لك عليه. عندك التلت الهجومي بالنسبه لمنتخب مصر او لمنتخب لفرقتين الزمالك والاهلي عاليه جدا. نشكر حارس المرمى الصراحه برضه. 15 واحد الف اللي كانوا موجودين في الاستاد. 15 دي اخبارنا من مهيب على الهواء. انا سمعتها في الـ في في الـ وانا جاي اسيف في الراديو. الملعب ما ياخدش. يعني انا استغربت يعني انا قلت ده لو بنفسه مش هيوصلوا العدد دوت يعني. بص 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 العلاقه اكتر اتنين بيحبوا بعض مهيب وحماده شادي. لقاء الاحب. لا مهيب بيعمل أكثر. يعني بيقوم بدور قوي جدا. انا مهيب دينامو معانا ما شاء الله عليه. دينامو الحقيقه تغطيه رائعه يعني. طيب نروح لمهيب نعرف اخر الاخبار ايه. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير يا كابتن سيف. مساء الخير على ضيوفك الكبار كابتن نفت عبد الهادي كابتن محمد فاروق. ربنا يخليك يا مهيب. النادي الاهلي ونادي الزمالك واعتقد يعني النهارده فوز كبير فوز مريح. لكن كابتن سيف النهارده يمكن قابلنا بعض الحاجات اللي يمكن صورناها وعملناها لكم. الجماهير كانت كتير جدا جدا جدا. قدامنا على الشاشه مهيب. هيقع نعم قدامنا على الشاشه شايفين اهو. يعني الجمهور كان اللي بره كان قد اللي جوه. الجماهير كلها كانت جايه عايزه تحتفل بتشكل. كان عندهم امال كثيره ان هم يكسبوا منتخبنا الوطني. لكن منتخبنا النهارده يمكن زي ما احنا شايفين قدم مباراه جيده جدا. كابتن حسن فريد السفير ادم نجيب درجه الحراره كانت عاليه جدا جدا. كابتن سيف الرطوبه كانت عاليه جدا جدا. يعني النهارده المكسب دوت اعتقد بدايه حقيقيه لمنتخبنا الوطني. الناس اللي كانت قاعده بره اعتقد ان هي ما كانتش متضايقه ما كانتش زعلانه ان هي قاعده بره. سعد سمير كان مصاب حسين السيد وايضا طارق حامد كان في روح حلوه جديده. ده الهدف يمكن اعتقد اللي هو ال 24 لمحمد صلاح. لان كنا بنتكلم في الاهداف بتاعته وكم عدد الاهداف اللي احرزها محمد صلاح. ده الهدف ال 24 كان فيه غلط كتير جدا على طبعا عدد اهداف محمد صلاح لحد ما وصلنا للهدف ال 24 دي النهارده. مباراة كانت جيدة كابتن سيف. منتخبنا طبعا قدم مباراة جيدة. راجل كوبر سعيد جدا والجهاز الفني يمكن هم في جلسة دلوقتي استشفى. طبعا كابتن نفعت كابتن محمد فاروق عايز وطبعا في محمد صلاح هيغادر بكره ان شاء الله. وانا عايز اقول لنفسي ايضا محمد صلاح جاب تيشيرتات روما اللي هو بيلبسها هو وتوتي نجم الفريق. وطبعا كل اللعيبه خدت التيشيرتات وانت ليك تيشيرت يا كابتن سيف. انت مالك ليه حزيني كده؟ احنا كسبنا ما خسرناش. ما تفك نفسك كده في ايه؟ صوتي راح فك نفسك كده. ادينا احساس بالفرحه بحسسني ان احنا خسرنا الماتش. ما احنا عارف يا كابتن سيف الصوره اللي بتوصل لك دي والله انت ما تعرف بتيجي ازاي. انا عارف والله. لا مجهود كبير يا مهيب والله. البلد ضعيفه جدا والله. استرس غير طبيعي. البلد يعني امكانيات ربنا مش رايد لك الكلمتين. ربنا مش رايدهم لك. الحقيقه يعني بشكر مهيب يعني مجهود يا جماعه غير طبيعي والله. تغطيه اكتر من رائعه. انا عارف الظروف هناك البلد ما فيهاش سيجنال يا بس مهيب ممكن يطلع فوق القمر عشان يبعت الحقيقه ويسجل ويفيد. الاستاد اصلا ما فيهوش سيجنال. الامور بالنسبه لنا صعبه جدا. استعان هناك الحقيقه باكتر من شركه اتصالات عشان بقالنا كذا يوم في التغطيه دي. مجهود غير طبيعي عشان نشتغل وعشان ننقل وعشان نوصل الصورة دايما لمشاهد الحياة بالشكل ده وتغطية توصل بالشكل ده. يعني ان شاء الله بإذن الله نتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم. نتمنى دايما اللي عندنا ما يبقاش عند حد. ونتمنى دايما تغطياتنا الخارجية وشغلنا ان شاء الله بإذن الله يبقى مميز. كابتن مدحت بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن. شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. انا سعيد طبعا كنت موجود مع حضرتك وكابتن محمد فاروق. وطبعا مبروك للشعب المصري اللي احنا بنقولها كل مرة. عايزين نفرح يعني خلاص ننسى بقى الفتره اللي فاتت دي كلها اذا كان كوره او سياسه او عايزين نفرح بقى. يعني الناس تبدا تحس ان هي البلد رجعت تاني. يعني ان شاء الله نعيش الحياه بتاعتنا الطبيعيه ان شاء الله. مبسوط في مصر؟
اكيد طبعا شايف الدنيا متغيره. اه طبعا هتنزل تنتخب انتخابات مجلس الشعب. اكيد طبعا يا كابتن. دايرتك فين؟ ده انا الاميريه. اه بصرف النظر بقى مين داخل بس لازم نجم ده في الاميريه. كان لا كابتن الشباب لوحده. لا بتسعى ليه من اول الشارع كابتن مدحت قاعد فين كده يعني؟ لا والله عاوز البرلمان. انا من الناس اللي بعتز بيها جدا فاروق طبعا. انا وفاروق قعدنا فتره ممكن اقول لك كنا بننام في الشارع اللي هي فتره الاتحاديه ديت. كانت الناس بتشوفنا وانا وفاروق على طول موجودين في الاتحاديه ديت. الناس كانت بتستغرب. انتوا طالبين شخصيات محترمه كابتن. لا يعني عايز اقول لك ان الفتره الجايه هتبقى احسن ان شاء الله. كلها ان شاء الله. حاضر يا ياسر. عينيا حاضر عشان هيقطعوا علينا. شرفتنا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن محمد. شرفتنا وشرفنا ونورنا واللي جاي ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهارده مع نجومنا وضيوفنا. بشكر طبعا نجم نادي الزمالك كابتن مدحت عبد الهادي ونجم نادي الاهلي كابتن محمد فاروق. بشكر كل اسره الحياه ياسر عاصم الحقيقه مجهود كبير الفتره اللي فاتت معانا جدا. بشكر طبعا المتالق بشكل الحقيقه غير طبيعي معانا الفتره اللي فاتت احمد ابو طالب وطبعا محمد صلاح محمد جابر ووليد وساره وكل الناس اللي موجودين معانا. وفي النهايه طبعا كرو الحياه اللي غطى بشكل اكتر من رائع في شاد وطبعا الزئبقي مهيب عبد الهادي مجهود كبير جدا بشكره شكرا جزيلا. ودي دائما وابدا تغطياتنا. استنونا بكره ايضا في تكمله التغطيات ووصول المنتخب الوطني بالسلامه ان شاء الله الى مصر ديه بديه ايضا مع المنتخب الوطني من داخل الطائره ولحظه وصوله وافراح لاعبه المنتخب واحاديث الجهاز الفني بكره ان شاء الله داخل ملاعب اليوم. تصبحوا على خير. السلام عليكم.